طيب، يعطيكم العافية بنات. إحنا يفترض إنه نبدأ في هذه المحاضرة اللي هي كيف نعمل language model باستخدام the neural networks. تمام، neural networks language model هنبدأ فيها، لكن أنا حابب إنه أعرج بشكل سريع على the neural networks وعلى الـ deep learning بشكل عام ككونسبت، إنه إحنا نفهمه بشكل كتير كويس. فعشان هيك أنا حضرت لكم هذه الماتيريال الخارجية. أوكي، طيب. طبعا النيورال نتورك inspired من البيولوجي، من البيولوجيكال نيورونز. طبعا الانسبيريشن هذا انه اجى بشكل انه وين الجزء المسؤول في دماغ في جسم الإنسان عن التفكير والاستنتاج، هو العقل البشري. والعقل البشري من إيش مكون؟ مجموعة من الخلايا العصبية. والخلايا العصبية هذه كيف من إيش مكونة؟ مكونة من جسم الخلية، تمام، ومحور الخلية، وأنا في عندي الأطراف هذول اللي هي عبارة عن مستقبلات انه بتكون. وفي العادة انه كيف بيتم تنشيط هذه الخلية في جسم الانسان او في عقل الانسان؟ انه من خلال الاشارات الكهروكيميائية. فبالتالي انه بصير في اشياء اشارات كهروكيميائية انه بتصير في تنشيط لهذه الخلايا. يعني على سبيل المثال انه في خلايا مسؤولة عن الرؤية، فبالتالي إنه في عندي المستقبلات من العينين. العينين بتنقل إيش اللي بتشوفه قاعدة وبتنقلها لخلايا معينة في المخ، والخلايا تتعامل مع المستقبلات هذه، وبيكون في إلها ردة فعل معينة، إنه يكون في تنشيط لخلايا حركية. على سبيل المثال إنه أنا والله في أوبجكت جاي أمامي، يفترض إنه أنا بدي أتفاداه، لازم أعمل حركة عشان إنه أنا أتفاداه. فهذا الانسبيريشن احنا بدنا نحاول انه نقلده في ونخلي الكمبيوتر انه يكون في عنده artificial neural networks، لانه في كثير من الاشياء يعني inspired من الطبيعة. يعني كيفية تصميم الطائرات على سبيل المثال انه كانت انه مستوحاه بشكل كبير كثير من الطائر. تمام، فبالتالي هذه لو انه احنا انه كيف بدنا احنا نمثلها في الحاسوب، بده يتم استبدال الخلية هذه، التنشيط اللي بيصير من خلال إشارة كهروكيميائية من خلال معادلة رياضية. والمعادلة الرياضية بدها تكون إنه الاكتيفيشن هذا للإكس إنه بيكون هو عبارة عن حاصل ضرب الأوزان في قيمة الإكس أو دبليو في الإف إكس. حنشوف بشكل أوضح يعني. تمام، فبالتالي انا عندي هنا F1 F2 F3 اللي هو عبارة عن الفيتشرز، وهدول عبارة عن الويتس. الويتس بتحدد انه أهمية انه الإشارة المرسلة من مستقبل معين. تمام، فبالتالي لو بدي ادي F1 أهمية اكثر فبدي ازود الويت تبعها اكثر. فبالتالي انه هي عبارة عن حاصل ضرب وجمع F1 في W1 زائد F2 في W2 F3 في W3. فبالتالي انه انا بقدر انه انا اقرر انه اذا كان الاوتبوت اكبر من صفر بسوي كذا، اذا كان اقل من صفر بسوي كذا. تمام، فهذا زي ما حكينا انه البيولوجيكال فيرسس ارتفيشال نيورال نتورك. ففي الارتفيشال نيورال نتورك ليش ارتفيشال؟ لانه بيتم تمثيل هذه الاشياء من خلال معادلات رياضية عبارة عن حاصل ضرب وجمع.
طبعا النيورال نتورك ممكن تكون انه مكونة من عدة طبقات، تمام. طبعا اول نيورال نتورك انه هي عبارة عن البرسبترون، تمام، انه مكون من نيورون واحد وطبقة واحدة. ممكن يكون في عندي مالتي لاير بيرسبترون، فبالتالي انه انا هاي الانبوتس انا عندي زي هيك، وفي انا عندي نودز هذه او العقد هذه انه بتستقبل الانبوت، وفي عندي طبقه هيدن لاير واحد وهيدن لاير اثنين، اتش واحد واتش اثنين، تمام. وفي انا عندي الاوتبوت اللي عاده بيكون على حسب عدد الكلاس ليبل. انا في عندي هنا الانبوت 4 فيتشرز والاوتبوت عباره عن 3 كلاسز، وزي ما انتم شايفين انه هذه فولي كونكتد. ايش يعني فولي كونكتد؟ انه كل نيورون موصل بكل النيورونز في الطبقه التي تليها وهكذا، وهذا النيورون الثاني نفس الشيء، وهذا النيورون موصل بهذا. فعشان هيك بيطلع انا عندي المصطلح هذا اللي حيمر عليكم كثير، اللي هو فيد فورورد نيورال نتورك. فيد فورورد نيورال نتورك، كل طبقة بتكون موصلة بالطبقة التي تليها. وهذا المصطلح برضو حتلاقوه في البرمجة، اللي هو الدنس نتورك. الدنس نتورك انه عشان كل نيورون موصل بكل النيورونز في الطبقة اللي تليها، عشان هيك بنسميها دنس نتورك او نيورال نتورك عادية، يعني انه هذه الكلاسيكال نيورال نتورك. فهدول كلهم على بعضهم عبارة عن سينينومز لنفس المسمى اللي هو النيورال نتوركس، ممكن ان انتم تصادفوها عندكم، تمام. فنيجي نشوف كيف بده يصير انه عملية التريننج. عملية التريننج هل انا ممكن انا ادربها فعلا؟ التدريب هو عبارة عن adjustment للويتس هذه، انه انا اعاير الويت هذه بحيث انه يطلع الاوتبوت انا زي ما بدي. فكيف بدي اسوي؟ بده يكون انا في عندي الفورورد باس، بعمل برزنتيشن للانبوت، تمام، على النيورون هذه. بروح بحسب زي ما انتم شايفين هنا، بحسب الفاليو في الطبقة هذه، وبعدين بحسب الفاليو في الطبقة اللي تليها، بحسب الفاليو في الطبقة اللي تليها، وعشان اطلع الاوتبوت هاي الواي بريدكتد. طبعا بتكون في انا عندي في السوبرفايز، بتكون انا عندي الواي الاكشوال موجودة، وعلى هذا الاساس بقدر احسب الايرور. وبناء على هذا الكلام، ما دام انه انا قدرت احسب الايرور، بقول انه عشان الاوتبوت هذا يطلع لي البريدكشن صح، اللي قبليه لازم انه هم يعدلوا. والتعديل هنا معنى ذلك انه انا بدي اجري تعديلات في الويتس اللي موجوده هنا، تمام. فبجري التعديلات اللي موجوده في الويتس، تمام، في الطبقة هذه، تمام. والطبقة هذه بتروح تخبر الطبقة اللي قبليها، بتقول لها خلي بالكم في غلط في الحسابات، ولازم يصير في adjustment للويت عشان تطلع الحسابات صح. فبترسل للطبقة اللي قبليها وبترسل للطبقة اللي قبليها لغاية أول طبقة. فعشان هيك هذا الألجوريثم مشهور اسمه باك بروباجيشن ألجوريثم، إن أنا بعمل باك بروباجيت للإيرور. فبالتالي في أنا عندي فورورد باس، وفي عندي الباكورد باس، انه بصير فيها بروبوجيت للايرور. في الفورورد باس بصير حساب للاوتبوت، والباكورد انه بصير تعديل ادجستمنت للويت، تمام. فبالتالي تخيلوا عمليه التريننج زي ما انتم شايفين، انه هي الويت قاعده انه في الايتريشنز قاعده بتزيد وبتقل، بتزيد وبتقل زي ما انتم شايفين امامكم، لغايه لما يصير في عندي كونفيرجنس بطريقه معينه، تمام، لغايه لما اصل لاوتبوت انه انا راضي عنه، تمام. طبعا هذه انه بتوضح انه كل طبقة انه بصير حساب، لازم احسب الاوتبوت تبع كل طبقة عشان اقدر احسب الطبقة اللي وراها. طبعا النيورال نتورك في الكلاسيفيكيشن زي ما حكينا انه عدد الكلاسز بتكون على حسب عدد النيورونز هنا بتكون على حسب عدد الكلاسز، صحيح، تمام. هنا انه انا في عندي مثال انه انا عندي كات ودوغ، فبالتالي انه انا بعمل بريزنت للانبوت، ويفترض انه بيتم حساب الويتس، وفي الاخير بيطلع انا عندي الكلاس ليبل انه هو هل هو كات او دوغ بناء على الويتس اللي موجوده، تمام. طبعا هذا تفصيل وكيف بيكون انه
هذه عبارة عن صورة، هذه يعني مالتي لاير بيرسبترون او فيد فورورد نيورال نتورك، مش سي ان ان، مش كونفولوشنال نيورال نتورك، لانه انا بعمل فلاتن للصورة، انا بروح بفرطها. ايش يعني بفرطها؟ بعملها فلاتنينج، انه انا باخذ الصف الاول من البيكسلز بحطه هنا تحتيه، ايش بصف، باخذ الصف الثاني من البيكسلز بحطه تحتيه زي هيك، تمام. فبالتالي انه الدايمنشن هنا حتكون هي عبارة عن هذه ضرب هذه، هو بيكون عدد النيورونز اللي هنا، عدد البيكسلز اللي هنا. وفي الاخير بيطلع انا عندي تو كلاسز، انه هذا ممكن 95 وهذه 5%، فمعنى ذلك انه هو بياخذ الاعلى. طبعا هذه سي ان ان، زي ما انتم شايفين انه انا هذه مش فيد فورورد نيورال نتورك، انه هذه عبارة عن سي ان ان، لانه في عندي عدة طبقات، والطبقات هذه عبارة عن convolution network زي هيك. في هذه مرحلة التريننج زي ما حكينا، انه انا بدي له صور، زي ما انتم شايفين هنا مجموعة من الصور، هي صورة كات وتحتيها صور كتير، وهنا صورة دوغ وتحتيها صور كتير، وبعمل فيد للنتورك عشان تعمل انه اقول له خلي بالك الصورة اللي بريزنتد هذه انه صورة كات، بقول لي اوكي، هذه من غير فلاتن، بتاخذ انه الصورة كأري بالضبط مباشرة. اللي بعديها بقول له انه هذه دوب، بقول له اوكي جات ات، يعني انه اوكي استوعبت، بعدل الويت انه زي هيك، وبضل لي انا اعمل تريننج لغاية لما يصير في عندي كونفيرجنس، انه ما فيش تغير في الايرور او اصل نسبة كلاسيفيكيشن محددة، تمام. طيب الديب ليرنينج، الديب ليرنينج زي ما شفنا، يعني ما بنفع انه احنا نحكي على الديب ليرنينج من غير ما انه نحكي على النيورال نتورك، فحكينا عنها بشكل سريع. يفترض انه انتوا اخذتوا هذا الكلام في كلاس الداتا ساينس، او اذا انتوا كنتوا ماخذين ديب ليرنينج، تمام. فالان بدنا نشوف شو مفهوم الديب ليرنينج. بدنا نقسم البيانات لثلاث اقسام. البيانات انا عندي يا structured tabular على شكل tables، تمام، او على شكل صور، او على شكل sequence، والsequence هذا ممكن يكون صوت او ممكن يكون text، the quick brown fox المثال المشهور، تمام. طبعا في الstructure عادة بستخدم الكلاسيكال machine learning والكلاسيكال neural network، تمام، وهذا الكلام هي مذكور انت عندك هنا. يعني لما يكون في عندي هنا عبارة عن الهوم فيتشرز، فبدي ابني موديل، الموديل هذا بده يتنبأ بسعر البيت، فبالتالي انه انا بدي احسب البرايس بناء على قديش مساحة البيت، قديش عدد الغرف، قديش عدد الحمامات اللي فيه، قديش مساحة الحديقة، وين موقعه، هذه كلها بيانات structured عبارة عن اكس وواي. فبالتالي انه بستخدم ستاندرد نيورال نتورك، ما في داعي ان انا استخدم ديب نتورك، في حال انه كانت انه البيانات على شكل ايمج، تمام، والكلاسز انا عندي من عبارة عن اوبجكتس، وهذه التاسك اسمها اوبجكت ديتكشن، انه انا بدي اعمل ديتكت انه في انا عندي في الصورة كات او دوغ او هورس او سيارة، وممكن يوصل انا عندي عدد الاوبجكتس ل1000، وهذا فعلا في بري تريند مودلز حاليا انه بتوصل عدد الاوبجكتس فيها ل 1000 اوبجكت، فبتقدر تعمل ديتكت ل 1000 اوبجكت مختلف، تمام، شجره، حصان، سياره، مبنى. لو كان الانبوت، وفي هذه الحاله بتستخدم السي ان ان، هذا عباره عن نوع مخصص من الديب نتورك. عندنا هنشوف ايش يعني ديب، وعندنا حنشوف ايش السي ان ان، وعندنا حنشوف ايش الار ان ان اللي احنا بدنا نركز فيه، بدنا نركز عليه في هذا الكورس اللي هو الماشين ترانسليشن، لانه الانبوت عباره عن سيكونس والاوتبوت عباره عن سيكونس. فالانبوت هنا عباره عن اوديو بالانجلش، والاوتبوت عباره عن تكست ترانسكريبشن بالتشاينيز. هذه التاسك بستخدم فيها ريكرنت نيورال نتورك. Recurrent Neural Network بتكون مناسبة لما يكون طبيعة الانبوت في سيكونس، لأنه طبيعة البيانات لما تكون كصوت إنه هي بتحتوي على مجموعة من الأصوات المتسلسلة، أو المقاطع الصوتية بشكل أصح المتسلسلة، الفونيمز،
اوكي. هدول الفونيمز بتكون حسب باترن معين، حسب تسلسل معين، فبالتالي انه هذا سيكونس، فايش انسب شبكه انه تعمل كابتشر لهذا الباترن؟ الار ان ار. والاوتبوت انا عندي هنا تشاينيز تكست ترانسكريبشن، التاسك هذه انه انا احول الصوت لتكست بنسميها ترانسكريبشن. تمام؟ ما دام انه نص وانتم بتعرفوا انه النص انه التسلسل، هذا الكلام احنا اخذناه يعني في الماشين ترانسليشن، عارفين انه السياق بيعتمد على يعني، او النص بيعتمد على سياق معين، فبالتالي السيكونس مهم. ما دام السيكونس مهم فممكن استخدم الريكرنت نيورال نتورك. طيب ليش الديب ليرنينج؟ ليش احنا بنوجع راسنا وبنستخدم الديب ليرنينج؟ الديب ليرنينج بقول انه يعني بالضبط انه انا في عندي شغلتين، شغلة البرفورمانس في حال انه توفر البيانات، وشغلة انه الفيتشر اكستراكشن. في الديب ليرنينج انه بتصير كابابيلتي عند النتورك لما يصير فيها طبقات اضافية اعمق. تمام، انا في عندي نيورال نتورك عادية وممكن انا ازود الطبقات، بالتالي بتصير ديب، فبالتالي هذا بيزيد كابابيلتي او مقدرة عند انه الشبكة انه هي تعمل شغلة مثل الفيتشر اكستراكشن. فيتشر اكستراكشن مثل ايش؟ يعني على سبيل المثال انه في الكلاسيكال ماشين ليرنينج انه بكون في عندي ماشين ليرنينج انجينير بيعمل فيتشر اكستراكشن وبيعطي للنيورال نتورك العادية، بقول لها خدي تعلمي على هدول، اعملي لهم كلاسيفيكيشن هدول الفيتشرز. تمام، اخذهم من رو داتا. الديب نتورك بتقول لهم لا، اعطيني الرو داتا ما تقلقش، انا حطلع الفيتشرز لوحدي، فبالتالي بيكون في عندي مجموعه من الطبقات انه لها علاقه بالفيتشر اكستراكشن، والطبقات الاخرى بتكون لها علاقه بالكلاسيفيكيشن. طبعا هذه عباره عن وعودات في الديب ليرنينج، لكن ايش المطبق على ارض الواقع؟ الواقع الامور فيها تريكس كتير وفيها مطبات كتير، الامر مش بهذا السهوله. تمام، بدي اعمل تيونينج لشغلات كتيره عشان اقدر اصل لحجم الشبكه المناسب اللي فعلا يعمل اكستراكشن وكلاسيفيكيشن. هذا من ناحيه الفيتشر اكستراكشن. اما من ناحيه البرفورمانس، الماشين ليرنينج التقليدي اللي بيعتمد على الجوريثم زي ما انتم شايفين هنا بيصل لحد معين وخلص، بيصيرش في عنده تحسن بالبرفورمانس، يعني بيصير البرفورمانس عنده زي البلاتو ثابت مع توفر البيانات. زودت البيانات اكثر مش حتفرق في البرفورمانس، مش حيزود الاكيورسي. زود بيانات قد ما بدك، بعد حد معين خلص مش حتتحسن الاكيورسي. بينما الديب ليرنينج كل ما كان في بيانات اكثر كل ما كان انه لها اثر اكثر في البرفورمانس. طبعا هذا الكلام البرفورمانس تبع تراديشنال نيورال نتورك بيصير فيه بلاتو زي ما انتم شايفين، بيصير ثابت، اللي هي بتكون عبارة عن نيورال نتورك عادية مش ديب. شالو طبعا، طبعا احنا بدنا نحكي على العمق. العمق ايش فيه؟ في انا عندي عميق وفي عندي ضحل، ضحل قريب من السطح. فالشالو معنى ذلك انه هي نتورك عميقة بس مش عميقة كتير، وهذه متوسطة وهذه الديب. زي ما انتم شايفين انه ديب نتورك انه اداها بيكون في الاول سيء، ولكن انه بيتحسن مع زيادة حجم البيانات انا عندي بهذا الشكل. تمام، الميديم نفسها ولكن انه بتتفوق عليها في البداية، لكن انه برضو بتصل لمرحلة التشبع انه البرفورمانس تبعها لا يقارن بالديب. والشالو شكلها زي البلاتو زي التراديشنال بالضبط. هذا موضوع انه انا كيف بدي اختار السايز تبع النيورال نتورك، هذا موضوع كتير كتير مهم. فبالتالي انه ممكن اعمل ثلاث تجارب، فبالتالي ايش بدي، كيف بدي اختار الرايت سايز للنتورك؟ فبروح بعمل ثلاثة نتوركس، واحدة صغيرة، واحدة متوسطة، واحدة كبيرة. تمام،
وبشوف والله انه الاداه تبع الشبكه الكبيره انه فيها انه مجال انه هي تتعلم اكثر في الشيء فيها اوفر فيتنج. حنحكي على موضوع الاوفر فيتنج، تمام؟ معنى ذلك انه ممكن اكبر اكثر، لقيتها انه والله صار فيها اوفر فيت، لا ممكن اصغر الشبكه اكثر. عندنا حنشوف هذا الكلام، حنرجع. تمام. طبعا الديب في السي ان ان هي تتميز انه الطبقات هذه بتقدر انه هي تكتشف الخطوط. طبعا انا عندي في الكلاسيكال نيورال نتورك انه بيتعامل مع البكسل اون او اوف فقط، اما هنا انه بيقدر انه يطلع فيتشرز. ايش هي الفيتشرز؟ اللي هي عبارة عن الرسمات، هذه شغلات اساسية. هذا مستوى ادنى مستوى من الفيتشرز في الديب نيورال نتورك. في انا عندي مستوى اعلى انه مجموعة الرسومات هذه، الدائرة والخط، ممكن تكون لي فيتشرز اضافية، انه هذه العين وهذه الشفتين وهذا الانف مثلا، هدول كلهم ممكن اجمعهم كفيتشر، اجمع العينين والفم والانف ويشكلوا لي فيس، انه هذا مستوى اعلى من الفيتشر. فبالتالي ممكن تكون الطبقة الأولى زي ما أنتم شايفين مسؤولة عن فهم الخطوط، ممكن تكون الطبقة الثانية مسؤولة عن فهم فيتشر أعلى شوية، والطبقة الثالثة إنه تحدد مين هو الشخص، فبالتالي إنه بيصير إنه الريكوجنيشن بهذا الشكل. تمام؟ السي إن إن بالديتيلز يعني شو معنات التكنيكالي، من ناحية التكنيكال شو معنات كونفولوشن نيورال نتورك؟ انه بتعتمد بشكل اساسي على الكونفولوشن اوبريشن. زي ما انتم شايفين الكونفولوشن اوبريشن على الشاشه عندكم، بيكون في عندي بحدد الكيرنل سايز معين لها، على سبيل المثال 3 في 3، وهذا الكيرنل بيعمل كونفولوشن على كل الصوره، بيعمل التفاف، عمليات التفافيه على كل الصوره، سكان لها بهذا الشكل. وكل مره انه مره بيكون هنا، وهذا عباره عن عمليه حسابيه، تمام؟ بيسبب انه انا عندي الناتج هذا الفيكتور بهذا الشكل، تمام؟ بروح على المنطقة المجاورة برضو بعملها سكان، بعمل ازاحة وبعمل سكان، بيطلع انا عندي الفيكتور اللي بعديه زي هيك. ايش الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك انه انا عندي الرسمة هذه، انا بهمنيش ايش اللون اللي جوا، انا بهمني انه انا بدي اعمل ديتكشن للايدجز، والديتكشن للايدجز بتصير من خلال الكونفولوشن اوبريشن، انه بعمل سكان بهذه الطريقة. فبالتالي انه بيظهر انه هاي في عندي مثلث زي هيك. فهذا هو البيزك كونسبت تبع الكونفولوشن نيورال نتورك، انه انا اقدر اكتشف انه ايش في عندي خط مستقيم، دائرة، مثلث، تمام، شكل بيضاوي زي هيك. هدول بتشكل لي شغلات اساسية او فيتشرز اساسية ممكن تعمل لي اشكال معينة أركبها مع بعض تعمل لي هاي ليفل فيتشرز أعلى. طبعا الكونفولوشن إنه بتكون أنا عندي الانبوت عبارة عن ايمج، و هذه الكونفولوشن ممكن تكون أكثر من طبقة، بيجي بعديها بولينج، تجميع، تمام؟ والبولينج ممكن يكون افريج أو ماكس، إنه أنا باخد يا إما المتوسط أو الماكس لكل اوبريشن انا بتنتج انا عندي بهذا الشكل. وهذا الكلام انا ممكن اكرره. ايش يعني ممكن اكرره؟ يعني بعد البولينج ممكن احط كمان طبقه كونفولوشن، لازم احط وراها بولينج، كمان طبقه كونفولوشن، بولينج، واحطها اعملها ديب قد ما انا بدي. لكن مهم في النهايه انه انا الطبقه الاخيره انه تكون فولي كونكتد، وهذا برجعنا لمسميات تبعت فبالتالي المسمى هذا الاف سي بدنا نتذكره كثير كويس، يعني حيمر علينا في التنسر فلو انه انا بدي اعمل طبقه اف سي. ايش معنات اف سي؟ انه هذه عباره عن فولي كونكتد، انه بتكون بهذا الشكل، وهي بتكون في العاده في الاخر ممكن احط طبقه او اكثر من طبقه، والطبقه الاخيره بتكون على حسب عدد الكلاس ليبلز. فبالتالي في الايمج كلاسيفيكيشن بتساعدني انه انا احدد، اتعرف هل اللون بيحدد انه والله هذا فيل او هذه زرافة او هذا حمار وحشي. لو بدي اعتمد على اللون بس، صورة الفيل ممكن تجيني في ظروف مختلفة،
ممكن انه حسب الاضاءة، او ممكن الفيل نفسه كله يجي انه هيك على شكل سواد، لانه بتكون انه هو الضوء مش ساقط عليه، الضوء مصدر الضوء بتكون انه الشمس بتكون قبالي، فبالتالي انه مش ظاهر، او ممكن يكون في ضباب. فبالتالي على ايش انا بعتمد؟ بعتمد على الخطوط بالضبط، الاشكال. انه انا في عندي هنا انه شكل الخرطوم تبعه زي هيك، اشكال هندسية زي ما انتم شايفين زي هيك، تمام، هاي رجليه زي هيك وشكل راسه زي هيك بهذا الشكل، تمام. فبعمل شيب ماتريكس بهذا الشكل عشان احدد انه هذا فيل او مش فيل، وهذا الكلام ممكن نحن نطبقه انه شكل الكات زي هيك، تمام. والكات لما ارسم لها باترن معين باجي بطبقه على صورة الكلب، فبالتالي انه صورة الكلب انا عندي، لا، الاذنين، الاذن مش نفس شكل الاذن في الكلب، فبالتالي انه، وشكل الوجه انا عندي فم القطة مش زي فم الكلب، فبالتالي انا بقدر احدد انه هذا كات وهذا نوت كات، تمام. واضحة الامور لغاية الان؟ نيجي ليش احنا حكينا على السي ان ان، لانه هي برضه مستخدمه في الترانسليشن، تمام. حنشوف كيف انه هي بتستخدم في الترانسليشن، ممكن تستخدم في تاسك تانية يعني ايمج كابشنينج. النوع اللي احنا حنركز عليه اللي هو الريكرنت نيورال نتوركس اللي هو الار ان ان. زي ما حكينا الانبوت عباره عن سيكونس، سيكونس يعني زي ما حكينا ان انا ممكن يكون صوت، والاوتبوت عباره عن ذا كويك براون فوكس كذا كذا كذا، هذا عبارة عن speech recognition، فبالتالي الانبوت عبارة عن sequence والاوتبوت عبارة عن sequence. ممكن يكون التاسك انه music generation، انه انا بدي له اول النوتة الموسيقية وهو بروح بكمل generation لبقية النوتة الموسيقية وبيعمل لي music generation، او ممكن يكون sentiment classification، انه this is nothing to There is nothing to like in this movie. في شيء بنحب في هذا الفيلم، فهذا عبارة عن sentiment classification. وأنا في عندي هنا الأوتبوت عبارة عن إنه لا، هذا نيجاتيف بهذا الشكل، أو ممكن يكون من 1 لـ 5، إنه أنا بعمل prediction للستارز التقييم، ممكن التقييم يكون من 1 لـ 10 زي قاعدة الـ IMDB، تمام؟ و ممكن يكون في عندي انه هنا عبارة عن سيكونس، انه السيكونس هذا عبارة عن مجموعة من الصور زي هيك، وين انا بحدد انه هو قاعد بيعمل رننج. هذه بنسميها اكتيفيتي ديتكشن، بس بستخدمها في كاميرات المراقبة في السورفيليانس، فبالتالي انه انا مثلا ممكن اكون قاعد باكل، تمام، بحدد انه الاكتيفيتي ايتينج، انه انا بمشي ووكينج، او انه قاعد بتقاتل مع حدا، وهذه مستخدمة بشكل كتير كبير في محطات المترو، انه لو صار في عندي في السورفيليانس، انه انا لو صار في عندي اليرت انه صار في عندي انسيدنت معين صاير في محطة المترو، بدل ما انا احط يعني بني ادمين يقعدوا يتفرجوا على الشاشات، لا، ممكن انا احط ار ان ان موديل يقدر يعمل ديتكشن للاكتيفيتي، والاكتيفيتي اللي فيها مشاكل معينة ساعتها انه بعمل الارم للسوبرفايزر. طيب الار ان ان كيف التركيب تبعها؟ الار ان ان بشكل اعتيادي انه انا، مش احنا اخذنا انه النيورال نتورك هو عباره عن مجموعه من الانبوت، وفي انا عندي الهيدن لاير، تمام، وفي انا عندي الاوتبوت، تمام، وهذا بنسميه الاكس وهذا بنسميه الاتش وهذا بنسميه الواي، تمام. فهذه بدنا ناخذها ونحطها بالطول زي هيك، تمام، والاتش بدنا ناخذ بدل ما هو بيطلع للواي، بس بدي اخذ نسخه من الاوتبوت واطلعه ارجعه مره ثانيه للاتش. طبعا هذا كلام عشان نقدر نتخيلها صح، انه انا عندي هنا الاتش تي، معنى ذلك انه الاتش في التايم تي، ايش راح يكون انبوت لها بالاضافه للاكس مضروب في الدبليو، هذا الاكس مضروب في الدبليو، تمام، حاصل ضرب الاكس في الدبليو. ايش راح يكون انبوت كمان؟ في انا عندي اليو ماتريكس، هذا عباره عن الويتس بين الاتش
تي والاتش تي ماينس واحد، الاتش تي على التايم تي والاتش تي ماينس واحد على التايم تي ماينس واحد، معنى ذلك انه اللي قبليها. تمام؟ فبالتالي قديش كان الاوتبوت انا عندي قبليها، بروح بضربه هنا وبرضه بدخله مره ثانيه في الاوتبوت في الاتش ستيت انا عندي. بعدين انا عندي هذه راح يكون عباره عن حاصل ضرب الاتش في الفي عشان انه راح احسب الواي. هذا الكلام احنا ممكن نطبقه لعده طبقات، فبالتالي هنا اكس 1 اكس 2 اكس 3 تمام، هنا اتش 0 اتش 1 اتش 2 تمام، فبالتالي اتش 0 بتدخل ل اتش 1 اتش 1 بتدخل ل اتش 2 بهذا الشكل. هذا الكلام احنا ممكن نختصره ونعمل الرسمه هذه زي ما حكينا، زي ما انتم شايفين انه هذه الاكس والواي اللي كانت انه احنا متعودين عليها انه الرسمه هذه هيك بالعرض، بنروح بنقلبها انه بتصير الاكس تحت والواي فوق تمام، وهدول الاتش بنعمل الريكرنسي بهذا الشكل، فبالتالي انه التمثيل هذا صار واضح بالنسبه لكم تمام. هذا ريكرنت نيورال نتورك. فالريكرنت نيورال نتورك انا في عندي الاكس والاتش والواي، فبالتالي انه بعمل ريكرنسي هنا للاوتبوت تبع الاتش، وهذا بروح باخده الاكس تي ماينس 2 اكس تي ماينس 1 اكس تي اكس تي زائد 1 2 وهكذا. هذا هو مفهوم الريكرنسي. فبالتالي هنا صار في عندي بريزيرف للسيكونس هنا، وهذا اللي انا بدي اياه. مش احنا بنحكي انه البروبابيلتي، شو البروبابيلتي انه تكون الكلمه هذه given that انه دبليو تي او دبليو اي ماينس 1 دبليو اي ماينس 2 دبليو اي ماينس 3 انه given هذا السيكونس. فهذا السيكونس كيف بدنا نعمله كابتشر في النيورال نتورك؟ من خلال هذه الطريقه تمام. فبالتالي ممكن نستخدمه عشان اعمل نيورال لانجويج موديل. فبالتالي هي التاج الاس، وهنا في عندي امبيدنج، حنحكي على هذا الموضوع برضو بالتفصيل. الاس بياخذ انا عندي كانبوت، وهنا فينا عندي سوفت ماكس، برضو حنرجع نحكي على السوفت ماكس. بس انتم شايفين كيف شكل السوفت ماكس؟ ايش هي السوفت ماكس؟ اكيد مرت عليكم Activation function، بحطها وين؟ في الـ output تمام؟ وهذه عادة بتكون انه ايش بسوي؟ انه الاعلى output هو بعتبره واحد والبقية بعتبره اصفار، فبالتالي انه هنا الـ prediction هنا انه اعلى prediction زي ما انتم شايفينه هنا هذه الكلمة ان. وبعدين الـ recurrency انه باخذ الـ output هذا مرة ثانية اللي هو عبارة عن الـ ht minus 1، برجع بدخله مرة ثانية كانبوت هنا تمام، وهي هذه الكلمة وبعمل بريدكشن للاي، فبالتالي انه بعمل بريدكشن لكل كلمة، وهذه العملية بنسميها اوتو ريجريسيف جنريشن، انه كل كلمة بستخدمها عشان اعمل بريدكشن للكلمة اللي وراها، الكلمة اللي وراها اللي بريدكتد بستخدمها عشان اعمل بريدكشن للكلمة اللي وراها وهكذا. طبعا الار ان ان فيها انواع على حسب كيف شكل الانبوت وكيف شكل الاوتبوت. طبعا هذه تراديشنال نيورال نتورك، ان انا عندي الاكس والواي ثابته 1 تو 1 تمام، هذه تراديشنال نيورال نتورك. انا ممكن يكون انا عندي الانبوت اكس والواي ماني، فبالتالي هذه 1 تو ماني، وهذه التطبيق تبعها الميوزك جنريشن زي ما حكينا. انا بحط اول نوت في الميوزك وبروح هو لحاله بيعمل جنريشن لبقيه النوتة الموسيقيه. ممكن يكون ماني تو 1 زي السنتمنت كلاسيفيكيشن، انه انا بكون انا عندي الانبوت عباره عن سيكونس انه هذا الفيلم بايخ، هذا عباره عن سيكونس، والاوتبوت عباره عن انه بوزيتيف او نيجاتيف سنتمنت. وهنا ماني تو ماني في هذه الحالة انه ممكن يكون مستخدم في النيمد انتيتي ريكوجنيشن، في هذه الحالة انه الانبوت بيساوي الاوتبوت. في النيمد انتيتي ايش حكينا؟ انه الانتيتيز هدول التاجز هدول ايش كيف شكلهم؟ بيرسون، اورجنايزيشن، اسم، لوكيشن تمام. فبالتالي كل كلمة يفترض يكون في مقابلها نيمد انتيتي تاج، فعشان هيك انه هنا الاكس بتساوي الواي، عدد الانبوت بيساوي
عدد الاوتبوت، وهذه بتكون مناسبة للطاق تبع النيمد انتيتي ريكوجنيشن. اما الماشين ترانسليشن بيكون في عندي ماني تو ماني، ولكن الاكس ما بتساوي الواي. ليش؟ لانه في الترجمة الاطوال في السورس والتارجت انه مختلفة، مش بالضرورة تكون نفس الشيء. تمام. طيب حلقيت الترتيب هذا اللي احنا كنا شايفينه في الـ RNN بهذا الشكل، تمام، ممكن انه احنا نستخدمه باسلوب الانكودر ديكودر. كيف يعني؟ انه انا عندي هنا الانبوت، انه هذه هاي الانبوت هنا انه هي از بلاينج بهذا الشكل، فبالتالي انه هذه عبارة عن RNN RNN RNN، تمام، وكل واحدة زي ما شفنا انه احنا بنستخدمها هي، تمام، بستخدمها عشان اعمل بريدكت. يعني شايفين انه هذه النود الثانية بستخدمها الاز، وقبليها هي بستخدمها عشان اعمل بريدكت للكلمة اللي وراها، تمام، بلاينج بهذا الشكل. هجيت اخر واحدة، تمام، بطلع الاوتبوت هنا زي ما انتم شايفين، تمام، فهذا عبارة عن الكونتكست فيكتور، وبوديه للديكودر عشان يطلع لي التكست في التارجت لانجويج بهذا الشكل. فبالتالي انه هي از بلاينج بيطلع لي النص هنا في التارجت لانجويج بهذا الشكل. وزي ما انتم شايفين انه هنا الانبوت برضه برجع باخده ك الاوتبوت، برجع باخده كانبوت مرة ثانية، الاوتبوت برجع باخده كانبوت مرة ثانية. فبالتالي هنا بديله التاج انه انا عندي بداية جملة، وهنا انا عندي الكونتكست تبع السورس تكست، وهنا ببدأ اعمل بريدكشن للترجمة كلمة كلمة بهذا الشكل. تمام. طبعا الاتنشن هنا حنرجع له برضه الاتنشن، بس انه هنا بشكل مبسط انه بدل ما انا اخد بس اخر واحدة الكونتكست فيكتور تبع اخر واحدة واعمله فيد للديكودر، ليش ما اخد برضو هدول وادخلهم لكل النقاط تبعت الديكودر؟ فبالتالي انه عشان احدد هنا هاي الانكودر لغاية الاند، ببدأ في الديكودر، اخذت الاوتبوت، بس زي ما انتم شايفين هنا كل مرة انه اي هذا فيه كونكشن هنا وهنا، هذه الكونكشن والكونكشنز بويت مختلفة. معنى ذلك انه انا زي كأنه انا بقول له انه انت في الجنريشن في الاوتبوت بدك تاخد بعين الاعتبار انه هدول التنين بيأثروا على هذا الانبوت، على هذا الاوتبوت، لهم علاقة في تحديد المعنى بشكل كتير كبير، فبالتالي بدك تعمل اتنشن عليهم. تمام. هذه الكلمة انه هذه وهذه بشكل اقل، زي ما انتم شفتوا انه هذه ارفع زي هيك، وهكذا. هذه مثال بالانجليزي والفرنسي، زي ما انتم شايفين هنا واضح انه الكونكشن قديش الويت تبعها، انه قديش العرض تبع الكونكشن او الثيكنس تبع الكونكشن، انه كل واحدة ممكن يكون لها اتنشن. طبعا هذه الشغلة انه ما دام ديب نتورك لوحدها بتتعلمها، انت لوحدك تعلم، انا بس مجرد ما احط طبقات للاتنشن هو لوحده بتعلم هذا الكلام. اوكي، لغاية الان في اي سؤال؟ نعطيه ايش؟ النص السورس نعطيه من داخل الترجمه من الديكودر، صح؟ صحيح. ليش نعمل انكودر من داخل النص؟ عشان النص يكون معروف عندي انا من داخله. صحيح. ليش نعمل في الانكودر؟ ايش الانكودر يعني؟ لانه انا بدي اياه انه هو يدخل في السياق، انه والله انه الجمله هذه بدخلهاش كلها مبرمجه، يعني انه يعني انه مش انه انا والله باخذ الجمله كبلوك واحد، انا باخذها كلمه كلمه بالسياق، فبالتالي انه هذه الكلمه اجت قبل هذه في الانكودر، بروح بطلع لي الكونتكست فيكتور، هذا بنسميه الكونتكست فيكتور اللي هو كل السياق هذا كله بيطلع لي كفيكتور واحد، بدخله هذا للديكودر. وضحت؟ كيف؟
من غير الاتنشن بدخله بالضبط، بدخل انه يعني بدخل تبع بدخله مرة واحدة، بيكون كلهم نفس الاشي يعني بدون اي. طيب الان احنا زي ما في الاستاتستيكال اخذنا اللانجويج موديل وشفنا ايش الاهميه تبعته، بايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل بالنيورال نتورك لانجويج موديل. فكيف بدنا نعمل هاي الشغله؟ حناخذ النيورال لانجويج موديلز، احنا فرجنا عليه بشكل سريع انه ار ان ان، بس هنا بدنا نشوف كيف بدنا نرتب الانبوت والاوتبوت. طبعا هذا الكلام من الاستاتستيكال، من جزئيه تبعت الاستاتستيكال، لانه انا عندي انجرام موديل وبعمل فيه باك اوف، تمام؟ ففي انا عندي جملة W مكونة من مجموعة من الكلمات، ممكن أحسب البروبابيليتي تبعتها، هي عبارة عن conditional probability W، probability W i given W 1 2 لغاية ال i minus 1. واتفقنا إنه في الماركوف بدي أعمل limit للهيستوري، الهيستوري هذا ممكن يكون 4 5 3 2، لازم يكون إنه بثبته. و هنا في تعميم، ايش بيقول التعميم؟ بيقول انه اي موديل بغض النظر شو الاوردر تبعه 5 6 7 8 تقريبا يكافئ الفورجرام لانجويج موديل. وهذا الكلام احنا شفناها في الارقام في السلايدات السابقه، لما كنا نحكي انه الفرق بين لما كنا نقيس البربلكسيتي للفورجرام لانجويج موديل وال 5 جرام لانجويج موديل، انه في فرق بس الفرق مش كتير كبير، لكن الفرق بين الاربعه والثلاثه في فرق كبير، لكن اربعه لخمسه، خمسه لسته، لا مش فرق كتير. فبالتالي انه هاي معناه التعميم هذا انا عندي هنا، تمام. والباك اوف، الباك اوف معنى ذلك انه احنا ممكن ننزل ل دبليو اي ماينس 3 ماينس 2 ماينس 1، وهنا انه تكون ال اللور اوردر اللي هو دبليو اي اي بتكون 3، وهنا بدها تكون انه 3 ماينس 2 والاي ماينس 1، وهكذا لغايه لما نصل لاخر حاجه اللي هي البروبابيليتي تبعت الكلمه نفسها ال دبليو اي، تمام. شفنا كيف نعمل انتربوليشن بيناتهم، وحكينا كتير في هذه الجزئيه في اللانجويج موديل. طيب الان احنا بدنا نعمل ريفاينمنت عشان نظبط الامور عشان نطبقها على النيورال، تمام. طيب اول حاجه السكيب جرام برضو ممكن يتطبق عليه الباك اوف. شفنا الانجرام، ايش الانجرام؟ الانجرام موديل اللي هو الكلمه والهيستوري السابقه، اما السكيب جرام انه باخذ السيار قبل وبعد، تمام، برضه ممكن يتطبق عليه موضوع الباك اوف. معنى ذلك انه انا ممكن اخذ الكلمه كلمتين قبل وكلمتين بعد، ممكن انزل لور اوردر كلمه قبل وكلمه بعد، تمام. هذه الشغله. الشغله الثانيه انه الكلاس بيست موديل برضه ممكن اطبق عليها مفهوم السياق، انه انا بيكون انا عندي شو البروبابيلتي انه الكلاس انه تكون دبليو اي، وهذه عاده بستخدمها في الطبقه الاخيره في النيورال نتورك، مش البريدكشن، هي عباره عن كلمات، تمام. فالكلمه هذه انا بعتبرها عباره عن كلاس، شو البروبابيلتي انه الكلاس يكون دبليو اي given that انه الكلاس كان دبليو اي ماينس 4 ودبليو اي ماينس 3 و2 و1، اوكي. طيب طبعا هذا الكلام الفيرست سكتش، النتورك من ايش مكونه؟ من انبوت واوتبوت. فكيف بدي اضبط اللانجويج موديل، او بدي اعمل اني استخدم يعني النيورال نتورك اني استخدمها عشان اعمل بريدكشن لللانجويج موديل؟ فايش بسوي؟ بروح باخذ الهيستوري وادخله كانبوت، تمام، والبريدكشن بروح بدخله كاوتبوت في النيورال نتورك، واضح؟ طيب حقيقة احنا
في البروبابيليتي كيف كنا نحسب البروبابيليتي؟ مش هي كانت كونديشنال بروبابيليتي صح؟ بقول بقى هذه بقدر احسبها من خلال الفريكوانسيز، من خلال التكرارات في الكوربوس صح؟ هذه statistical. بقول البروبابيليتي دبليو اي جيفن اي 1 2 3 لغايه اي ماينس 1 ما قبل الاخيره صح؟ طب هذا الكلام يعني انا بستخدمه عشان احسب يعني اعمل بريدكشن شو البروبابيليتي انه تقول النكست وورد كذا، انه بناء على انه ثلاث كلمات سابقه كانوا كذا وكذا وكذا، بقدر احسبها في البروبابيليتي صح؟ في النيورال نتورك كيف بدنا نعملها؟ من النيورال نتورك بس بدنا نرتب، نعمل ارينجمنت للانبوت والاوت، يعني نرتب الامور ايش هو الانبوت وايش هو الاوتبوت عشان النيورال نتورك تتعلم اللانجوج موديل. شو هو اللانجوج موديل؟ هو عباره عن بريدكشن للنكست وورد. فبالتالي كيف بدنا نخلي النيورال نتورك تعمل بريدكشن للنكست وورد؟ بحط الهيستوري في الانبوت تمام، والاوتبوت هو البريدكشن، وحط الهيد لاير هذه فيد فورورد اف اف تمام دبليو اي ماينس 1 2 3 4 والاوتبوت هو عباره عن كلمه. وممكن اطبق عليها موضوع الاوتو ريجريسيف، انه انا اخذ الدبليو اي هذه وارجع ادخلها، فبالتالي بعمل ديسكارد مثلا دبليو اي 1 فبالتالي بدخل دبليو اي 2 و3 و4 و5 عشان اعمل بريدكشن ل6 وهكذا تمام. طيب السؤال الان، هذا الكلام بسيط وحلو ومفهوم وواضح صح؟ عشان اذا مش مفهوم مش هنقدر ننتقل للي بعديه. طيب حاجات هدول، انا عندي مثلا كلمه هي وهذه this. النيورال نتورك بتحب الارقام بتحبش الكلمات، كيف بدي اعمل يعني كيف بدي اعمل ايش؟ امبيدنج او ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل انكودنج. ايش الانكودنج هذا؟ وان هوت انكودنج، بعمل وان هوت فيكتور. فبالتالي الكلمه هذه فقديش طول الفيكتور هذا؟ كمان مرة لا، الوان هوت انكودينج ما يعني باخدش السياق في الاعتبار، انه هو عبارة عن فيكتور بيعمل ريبريزنتيشن انه الكلمة انه يعني انه هو بيمثل الكلمة، بس طول الفيكتور هذا ايش هو؟ عدد كل الكلمات، عدد الكلمات اللي بتكون موجودة في الكوربس كلها تمام. فبالتالي هذا السايز تبعه حسب الفي اللي هو الفوكابلري سايز، فبالتالي فيكتور طويل تمام. انا عندي 10000 كلمه، 5000 كلمه، 200 كلمه، فبالتالي طول الفيكتور حيكون 200 كلمه. كلمه دوغ تمام، فبالتالي في الاعمده ايش حتكون؟ حتكون دوغ وكات وهورس وانت وكار بالضبط. العمود اللي قبال الدوغ بحط قباله واحد والباقي كله اصفار. الكات هيو نفس الشيء، والايت نفس الشيء، ولكن شو المشكله؟ طويل جدا. معنى ذلك انه هنا هدول الهيستوري هذا حيكون في عندي عباره عن كم نيورون للانبوت؟ 200 نيورون، 2000 نيورون، 10000 نيورون، على حسب عدد الكلمات اللي فيه. فبالتالي الكلمة اللي بدي أعملها present في الهيستوري فايش بسوي؟ بروح هي اللي بضويها والبقية بتكون أصفار. بس هذا إنه it's too much تمام. فبالتالي ممكن إنه نعمل limit لهذه الشغلة، يعني ممكن تكون في كوربوس فيها مليون كلمة، هل ممكن يكون عندي مليون نيورون في الانبوت؟ لا. فعادة بعمل limit لحد معين، لناخد على سبيل المثال 200 أو 20 ألف الموست فريكوينت ووردز.
والبقية بستبدلهم بالأذر. باخذ 20,000 كلمة، أكثر 20,000 كلمة تكرارا، والبقية بعتبرهم نادرات. إيش بروح بسوي؟ بستبدلها بأذر. معنى ذلك أنه ممكن يكون أكثر من كلمة تم استبدالها بالأذر. لنفترض أنه كلمة university نادرة، حيتم استبدالها بأذر. ممكن يكون مثلا كلمة class برضو نادرة، برضو ممكن يتم استبدالها بالأذر. فبالتالي كلمتين تم استبدالهم بمفردة واحدة، ولكن هدول نادرات. وزي ما تعلمنا إنه أنا بعمل دائما assumptions ممكن تكون مش صحيحة وممكن تكون مش منطقية، ولكن إنه بتأدي لنتائج كتير كويسة. ما هو هذا اللي بده ندخل فيه، إنه أنا بدي أستخدم الوورد إمبيدنج. تمام؟ طيب، ممكن إنه أنا أقلل الكلاسز زي ما حكينا، إنه زي هيك إنه أنا آخذ الموست فريكوينت 20,000 كلمة. تمام؟ وفي هذه الحالة إنه كل كلاس بيمثل، كل كلمة بتمثل كلاس بهذا الشكل، والأوتبوت برضه حيكون نفس الشيء، الأوتبوت حيكون عبارة عن 20,000. ممكن أعمل ريدكشن بحيث إنه أنا أعمل سبليت للرير ووردز انتو سب ووردز، الكلمات النادرة ممكن أنا أجزئها لجزئين. تمام؟ ممكن على سبيل المثال going هي في حد ذاتها نادرة، لكن الـ ING موجودة والجو موجودة، فممكن أنا قصقصها. والحل الأفضل إنه أنا أستخدم كاركتر بيست موديل، بدل ما أستخدم كلمات بستخدم كاركتر بيست موديل. إيش معنى هذا الكلام؟ بدل ما أتعامل الإنبوت بالضبط بالحروف، ليش أصعب؟ ليش أطول؟ الحروف أكيد، ليش الحروف كلها؟ ليش الحروف كلها؟ 27 حرف، 28 حرف. تمام؟ فبالتالي إنه أنا بصير بتعامل مع أنجرام كاركترز، والحروف عددها محدود، لكن الكلمات ما باخدوش انه لحال، باخده كأن جرام، باخد كسيكونس. يعني مثلا 3 جرامز مثلا جي اي ار، وهداك انه جو جي او سبيس بهذا الشكل. فبالتالي في بيقدر يعمل كابتشر للباترن لو حال انه هو بيستخدم الانجرام. وهذه واحده من كانت الاوراق البحثيه، انه عشان نتخلص من موضوع الاوت اوف فوكابلري، عفوا اوت اوف فوكابلري او او في. ايش الاو او في؟ الاوت اوف فوكابلري انه يعني اوكي بتظهر قليل، احنا استبدلناها بالاذر، ولكن انه في الترانسليشن في البرودكشن اجتني كلمه، الكلمه هذه هو اصلا ما مرتش عليه قبل، يعني قبل هيك. فايش حيصير؟ يعني انه ممكن تكون انه الاوت اوف فوكابلري هذه حجمها كثير، بيأثر على الانتاجيه تبعت السيستم. تمام؟ الوورد امبيدنج بحل مشكله ايش؟ صحيح صحيح، بضل محتفظ بايش؟ بالضبط، بشكل انجرام، بالانجرام كاركتر مودلز، وكل الكاركترز في لها انبوت في النيورال نتورك. واضح الامور؟ تمام. اذا في اي اسئله ما تترددوش في السؤال. طيب، ممكن انه احنا نعمل ريديوس للدايمنشن باستخدام الوورد امبيدنج. تمام؟ فبالتالي انه بتكون في عندي طبقه للكلمات وطبقه ثانيه للامبيدنج، وهي هذه اللي بتكون موصوله بالهيدن لاير. هنا المشكله، الهيدن لايرز هنا لو كانت موصوله بعدد كبير من الانبوتس فبالتالي بتصير فيها تشتت بشكل كتير كبير، لكن انه انا لو صغرت النطاق هذا بالوورد امبيدنج. في الوورد امبيدنج ايش هو الوورد امبيدنج؟ كل كلمه بيكون في لها فيكتور،
وبهذا الفيكتور بقدر انه ايش اسوي؟ اجيب كل الكلمات اللي لها علاقة مع بعض، انه بقدر اجيب الكوساين بتوين التو فيكتورز هدول. فبالتالي طبعا هنا بالنسبة للاكتيفيشن فانكشن الانبوت مالوش اكتيفيشن فانكشن، الامبيدنج بيكون عادة 10 اتش والاوتبوت بيكون سوفت ماكس. تمام؟ فبالتالي انه هاي الوورد فيكتور وهي الامبيدنج فيكتور عادة بيكون اصغر، ممكن يكون الدايمنشن تبعه يعني انه اصغر. ايش هو؟ الاكتيفيشن فانكشن، الاكتيفيشن فانكشن، الاكتيفيشن فانكشن يبدو لي كان في هنا تو سلايدز للاكتيفيشن فانكشنز وانا حذفتهم على اساس انه هدول، اتمنى انه انا اكون مش حذفهم. صحيح، في اكثر من اكتيفيشن فانكشن، هي واحده من الاكتيفيشن فانكشن، كل واحدة إلها يعني مثلا أعتقد. لا مش بتختار الأوتبوت، مش بتختار الأوتبوت. الآن أنا عندي مش هو عبارة عن حاصل ضرب الانبوت أو يعني إنه الفاليو في الويت، بعملهم سميشن، هلقيت الأوتبوت طلع عندي نتيجة. تمام، النتيجة هذه بروح بطبق عليها الأكتيفيشن فانكشن اللي هي بتكون عبارة عن معادلة. والمعادلات هذه هاي الكومون اكتيفيشن فانكشنز، في انا عندي السيجمويد بتكون شكلها زي هيك. تمام، هاي المعادله تبعتها هنا. فبالتالي هنا الاكس اللي هو عباره عن الناتج، تمام، وبطبق عليه المعادله هذه، فبالتالي انه باخدش الناتج زي ما هو، بدخله في المعادله هذه وبحسب الاوتبوت. فبالتالي هذه المعادلة بتخلي شكل الاوتبوت زي هيك اللي هو بين الواحد والصفر. تمام، الهايبربوليك تانجنت فانكشن شكلها زي هيك، بين الواحد والماينس واحد، هذه بين الواحد والصفر، اما هذه بين الواحد والماينس واحد، والسكيل تبعها مختلف هنا، انه هنا يعني انه شكلها زي هيك، انه هذه بتكون انه الرينج بتراوح من الماينس 5 للخمسة، معنى ذلك انه اي فاليو فوق الخمسة حتطلع دائما واحد، يعني 6 حتطلع واحد، 37 حتطلع واحد. تمام، اما هنا لا، الامر مختلف شويه. تمام، انه انا عندي الفاليو اللي فيها ثبات هنا انه اعتقد بين بعد الواحد، فبالتالي 1 2 3 4، لكن اي قيمه اقل من هيك لا، بتطلع انه عندي فاليو ريال فاليو بين الصفر والواحد، بين الصفر والماينس، بين الواحد والماينس 1. تمام، في هنا عندي الريلو اللي هو الريكتيفاير، فبالتالي هنا راح لغى الماينس هنا، فبالتالي صار شكل الفانكشن زي هيك. تمام، ولينير، وفي غيرهم كمان كتير activation functions. فبالتالي activation الاكتيفيشن فانكشن عادة انا بستخدم واحدة من الاكتيفيشن فانكشنز، الاوتبوت دائما بستخدم سوفت ماكس، لكن في الهيد لايرز انا بحدد شو نوع الاكتيفيشن فانكشنز اوكي، يعني هاي الماب تبعت الوورد امبيدنج، يعني الوورد امبيدنج كل كلمة بيكون في لها يعني تمثيل في فيكتور، فبالتالي الكات بدل ما هو one hot encoding او one hot vector بيكون بهذا الشكل. تمام، بيكون الفيكتور اقصر، هذه اول حاجة، وثاني حاجة انه بتكون هنا في value بالماينس وبالموجب، يعني ممكن تكون ماينس 0.7 هنا مثلا، و1.3 هنا، ماينس 0.4 إلى آخره.
وهذه برضو بتكون زي هيك. فبالتالي لما يكون في عندي فاليو زي هيك، هذه لما يكون في عندي اصفار، الكوساين دايما بتعاني من مشكلة الاصفار. اما هذه لما يكون في فاليو ولما تكون اقصر، اول حاجة بتكون الكومبيتيشن كومبلكسيتي اقل، وتاني حاجة انه بتكون انه بقدر احسب مسافة فعلية بين هذا الفيكتور وبين هذا الفيكتور، لانه في ارقام حقيقية موجودة. اوكي، فهدول الفيكتورز بقدر انه انا امثلهم في ماب. فاذا بتلاحظوا طبعا هذا الكلام من السياقات، انه بتلاحظوا كل الكلمات اللي إلها علاقة مع بعض، هاي زي have و has و having، right و left، تمام، هدول كلهم مع بعض growing developing. طبعا هذا الكلام انه هو يعني انه بيجي التمثيل انه الريبرزنتيشن تبع الورد امبيدنج، انه الفيكتور هذا التمثيل هذا هو اللي بيخلي انه هدول الكلمات تيجي جنب بعض. وهذا الكلام ما اجاش من فراغ، انه بيجي مثلا بيلاقي انه في سياقات انه بيستخدم الجروينج، في سياقات تانية بيستخدم الديفلوبينج، فبالتالي انه بقول لك انه في علاقة بين هاي وبين هاي، فبالتالي الفيكتور تبع هاي لازم يشبه الفيكتور تبع هاي. فهو بيحل لي مشكلة المرادفات أول حاجة، وبيحل لي مشكلة الانفليكشن. الانفليكشن يعني على سبيل المثال مفرد وجمع، بلاقيه إنه هو يعني برضه إنه إلهم يعني بلاقيهم في نفس المكان. كيف من وين بجيبهم؟ بتعلمهم، فبالتالي بيكون في عندي نتورك خاصة، تمام؟ إنه النتورك هذه الهدف منها إنه هي تعمل لي وورد امبيدنج موديل. فخليني برضه انه يعني من وقت للتاني هنا ممكن تفتحوا على التنسر فلو توتوريالز، و هنا في التكست بتلاقوا كل يعني اول شغله في التكست اللي هي الوورد امبيدنج، تمام. طبعا بيشرح هذا الموضوع من ناحية ثيوري، تمام. هذا الوان هوت انكودينج زي ما احنا شرحنا، فبالتالي انا عندي الذات والكات والسات، تمام. فبيكون كل كلمة في إلها عمود، وبيكون انه الذات هذه واحد والبقية اصفار، الكات هيها واحد في عمود الكات والباقي كله اصفار، تمام. ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل فور دايمنشن فيكتور بتكون شكله زي هيك، واضح، تمام. فبالتالي الدايمنشن تبعه اقل، 4 دايمنشنز بدل ما كان انا عندي على حسب عدد الكلمات، وبكون الفاليوز زي هيك. طب كيف بدنا نطلع الفاليو تبعت الفيكتور هذه؟ من خلال النيورال نتورك، هي بتقول لوحده بيتعلمها في النيورال نتورك، انه انا بعمل بريزنت للتكست وهو لحاله بيحدد انه هذه الكلمه لها علاقه بهذه الكلمه، فبالتالي بيزود الكونكشن تبع الويت بيناتهم، فبالتالي انه طبعا هنا بحمل الداتا سيت، تمام. هنا بفتحها، طبعا هنا بيبدأ يعمل سيت اب للنيورال نتورك. فهنا انه انا عندي 1000 كلمة عملهم امبيدنج ل 5 دايمنشن، عملهم امبيدنج ل 5 دايمنشن. طبعا 1000 كلمة معنى ذلك انه في الوان هوت فيكتور قديش بده يكون طول الفيكتور؟ 1000. اما في الوورد امبيدنج بس 5، فيكتور صغير قصير، تمام. فهي الامبيدنج لاير بيكون بهذا الشكل. هنا عامل بيعمل تكست بروسيسنج، وهنا بيبدا يعمل ترين للموديل بهذا الشكل، تمام. طبعا هذه الكيرفز بتكون بهذا الشكل، وهنا بيجي هاي الفوكابري وهاي الويتس. هنا بعمل فيجواليز للامبيدنج بهذا الشكل، فبالتالي الفيجواليزيشن، فبالتالي انا ممكن اتعلمه من خلال النيورال نتورك بتكون الهدف تبعها انه، فبالتالي الانبوت هنا نرجع هنا. أو أنا
هو الفيكتور يفترض أنه يعني لا يتجاوز المئات، لكن هذا 5 لأنه أنا عندي الانبوت 1000 بس. صحيح. هو انت بتقدر تتحكمي فيه، ولكن انه يعني هذه الشغلات انه يعني have to be explored experimentally، يعني انه انا بدي اجرب مثلا اكثر من word embedding واشوف انه ايش افضل representation بيعطيني نتائج كويسه. ممكن اجرب مثلا 100 200 300 500، والله لقيت الاداء تبع ال 100 هو نفسه تبع ال 500، لا ليش يكون في عندي دايمنشن عالي، خليني على ال 100 احسن. زي هيك بدي ارجع هنا، انه لما حكينا انه الانبوت انا عندي 1000، خليني انا ارسم هذه هنا. الانبوت انا عندي 1000 تمام، فبالتالي بده يكون في عندي هنا 1000 نيورون تمام، وبده يكون في عندي هنا هيدي اللاير اتش 1 اتش 2 قد ما بدي، وهنا الاوتبوت قديش 5. فبالتالي بعمل بريزنت للكلمات زي هيك بهذا الشكل تمام، وهنا يفترض انه يتعلم لوحده ويطلع لي الفاليو حدو 5، يفترض 1 2 3 4 5. اوكي، فهي شكل النتورك وهي بتنجاب بهذا الشكل. ممكن تكون انت عندي تستخدمي بري تريند وورد امبيدنج، او ممكن تحطي طبقات زياده انه يعمل امبيدنج لحاله تمام. بالوورد امبيدنج صار في عندي ماجيك زي ما حكينا، ايش يعني نقدر نجيب علاقه انه والله انه اوكي في علاقه بين المان والمومن، الانكل والانت بالمثل، والكينج والكوين. وممكن انا ارسم علاقات انه زي ما انتم شايفين هذه مورفولوجي كينج وكينجز مفرد وجمع، وكينج يقابلها كوين وكوين وكوينز. فبالتالي هنا بقدر انه الادجكتيفز بالبيز فورم وبالكومباراتيف فورم بقدر انه أنا يكون في علاقه بيناتهم زي الجود والبيتر، والسنجولار والبرولر زي الير واليرز، و تصريفات الأفعال سواء كان ماضي أو مضارع بسيط، بالإضافة للسيمانتيك. كيف يعني؟ العلاقة بين الملابس بالنسبة للشيرت هي نفس العلاقة بين الدش للباور تمام؟ اوكي. يبقى الخلاصه في الموضوع انه اللانجويج موديل، هي هذه الصوره بدنا نتذكرها كويس. بحط الهيستوري في الانبوت والبريدكشن في الاوتبوت، وبحط طبقه امبيدنج لازمه ضروريه هتلاقوها في كل ال ان ال بي مودلز، كل التكست كلاسيفيكيشن او كل الار ان ان مودلز بيكون فيها وورد امبيدنج، ولسه بيكون فيها طبقات ثانيه زي الترانسفورمرز، لانه هذه بتاخذ بعين الاعتبار الوورد امبيدنج بياخذ انه الكلمات ايش علاقه مع بعض، لكن السياق في حد ذاته انه ايش الكلمه اللي قبلها وايش الكلمه اللي بعدها لا. فكل عائله البيرت انه هي عباره عن كونتكستشوال موديل، ممكن انه اضيفها كطبقه وحيبين معانا في السلايد تمام. ماشي الأمور لغاية الآن؟ أوكي. طبعاً بدنا نيجي هنا للريكارنت نيورال نتورك، حيكون شرحها هنا اسهل بعد ما احنا شفنا الشرح اللي احنا شفناه على النيورال نتوركس بشكل عام. الريكارنت نيورال نتورك زي ما حكينا انه نفس الشكل اللي احنا تعاملنا معاه، انبوت هيستوري امبيدنج
هيدن لاير اكتيفيشن فانكشن 10 اتش والاوتبوت عباره عن سوفت ماكس. تمام. طبعا الاكتيفيشن فانكشن هذه ايش بدي ادي لها؟ بدي ادي لها الزيرو، لانه هذه عباره عن اول كلمه. اه هذه اتش. هاي الاوتبوت سوفت ماكس، وعندي طبقه الامبيدنج، وهنا الهيستوري. تن اتش. اه سي. اه صحيح الصفر، لانه انا عندي دبليو واحد هنا، انا يعني الريكرنسي هنا انه اللي هي هذه الرسمه اللي هي الاتش، انه بدي نرجعها مع بعض، اول مره بتكون صفر. اوكي نيجي للي بعديها، هنا بيكون في عندي اوتبوت، مش بودي لل عفوا انا عندي اوتبوت من الاتش، مش بودي للطبقه اللي وراها اللي هو الاوتبوت. تمام، باخذ نسخه منه وين؟ على دبليو 2. تمام، وباخذ من، يبقى هذا اتش 1 وهذا اتش 2، وباخذ من اتش 2 نسخه لا اتش 3. تمام، هذا الكلام كله ممكن نختصره في رسمه واحده، زي ما في السلايدات انا فرضت لكم اياها زي هيك، ممكن نختصرها في رسمه واحده، او نعمل انه انا في عندي ريكرنسي بهذا الشكل، واول الاتش تي انه في الاتش 0 بتكون انه القيمه 0، لكن بعد هيك انه انا بتكون في عندي بالضبط. وهنا هذه بقدر انه انا اسميها انا عندي ريكرنس ريكرنت نيورال نتورك، لانه فيها ريكرنسي. ريكرنسي في تكرار، في تكرار في الانبوت، بطلع من الاوتبوت بدخله مره ثانيه في الانبوت. اوكي طبعا هذا الكلام انا ممكن اتعلمه باستخدام الباك بروباجيشن عادي، والباك بروباجيشن انتوا اخذتوه صح؟ اخذتوه؟ تمام. اوكي الباك بروباجيشن الجوريثم، في هو في تو باسز، فورورد باس، في انا حطيت لكم في الماتيريالز هذا الكتاب اللي هو سبيش اند لانجويج بروسيسنج، هذا سبيش اند لانجويج بروسيسنج. تمام، طبعا هذا افضل الكتب في الناتشورال لانجويج بروسيسنج. تمام، وهتلاقوا هنا في عندكم تشابتر له علاقه ب بالنيورال نتورك، فبيشرح هذا الموضوع يعني بالتفصيل. هاي الاكتيفيشن فانكشنز اللي بتسالي عنها، هذه ريلو اكتيفيشن، بعض الاكتيفيشن فانكشنز. تمام، وهنا يعني بادي من الاساس من الاكس اور، مرت عليكم الاكس اور في النيورال نتورك صحيح؟ ليش انه انا محتاج لمالتي لاير بيرسبترون؟ ليش في الاكس اور بحتاج انا خطين على افصل الكلاسز، فبالتالي هنا هاي الهيدن لاير. تمام، اوكي وهنا انه هنا بنعمل بريدكت للنكست وورد. تمام، بهذا الشكل، وهي هذه طبقات الامبيدنج. تمام، اي امبيدنج. كيف للتريننج؟ بدي اعرف اللوس فانكشن،
اللي هو عبارة عن الايرور، حساب الايرور، تمام، من خلال معادلات. وبعدين بده يكون في عندي فورورد باس احسب الاوتبوت، وفي انا عندي الباكورد باس بالضبط اعدل الويت. هذا بده يعدل الويت، وهذا بده يعدل الويت للي قبليه، وهذا يعدل الويت للي قبليه، فكله بده يصير في تحديث للويتس. اوكي. وفي عندكم تشابتر هنا في الماشين ترانسليشن. ماشين ترانسليشن انا شرحته كموضوع في الناتشورال لانجويج بروسيسنج باستخدام الانكودر ديكودر هنا. هاي الانكودر ديكودر، فبالتالي الاوتبوت تبع الانكودر بيديني كونتكست وبدخله للديكودر عشان اعمل بريدكشن للترانسليشن، تمام. فبالتالي لازم ادخل السورس تكست عشان اقدر اطلع الكونتكست فيكتور واحده واحده، تمام. وببدا هنا بالسيبريتور وباخذ الاوتبوت تبع اخر واحده، تمام، وببدأ أطلع في الترانسليشنز بهذا الشكل. هذه ريكرنت، طبعا ار ان ان ريكرنت ريكرنسي، زي ما انت شايفة انه اتش واحد بتسلم لاتش اثنين، اتش اثنين بتسلم لاتش ثلاثة، اتش واحد في شيء قبليها انه هي تسلمه. الديكودر الاتش دي في الديكودر، طبعا الاتش اي انكودر، اتش دي انكودر اول وحدة بياخد فيد من كل الناتج هذا كله، لانه هذه الناتج تبع الاتش هذه هو عباره عن فيد من كل، عشان هيك بنسميه كونتكست فيكتور. اوكي. فبدل ما البوتل نيك، بدل ما انه انا يكون في عندي وحده، خليني اسلم انه نعمل اتنشن. فبالتالي الاتنشن هنا باخذ الناتج تبع كل الاتش وبسلمه هنا للكل عشان انه ياخذ بعين الاعتبار. وهنا هذه بتمثلها مجموعه من الطبقات وهي لوحدها انه هي بتتعلم انه تدي اتنشن ل اتش معينه اكثر من اتش ثانيه. اوكي، نرجع احنا هنا. اوكي، فبالتالي ممكن استخدم الباك بروبوجيشن. هاجيت هذه عشان ريكرنت، والانبوت بيكون على حسب التي، حسب التايم تي 0 تي 1 تي 2. ف في تعديل للباك بروبوجيشن اسمه، للباك بروبوجيشن الجوريثم اسم التعديل هذا باك بروبوجيشن ثرو تايم، او بي تي تي، هذا الاسم تذكروا كويس لأنه حيمر عليكم البي بي تي تي. أوكي، فبالتالي إنه أنا عندي دبليو واحد اثنين ثلاثة، وعندي هنا آر إن إن هذه صفر، تمام، بتسلم زي هيك لهذه لهذه ولهذه. طبعا هنا أنتم زي ما أنتم شايفين إنه هذه باي دايركشنال، إنه أنا في عندي اتجاهات الأسهم، اتجاهات الاسهم زي ما احنا حكينا انه هي باخذ انه نسخه منها هنا نسخه منها هنا، تمام. لكن الباي دايركشنال هنا انه تعني انه انا بدي اطلع على النص من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، معنى ذلك انه انا وكانه بدي اشوف الكلمه واللي قبلها والكلمه واللي بعدها، تمام. اوكي، طيب، حكيت مفهوم الباتش واضح بالنسبة لكم؟ اوكي، الباتش يا جماعة
حاجات الكوربوس كلها، التريننج داتا كلها، بقدرش ان انا احطها مرة واحدة في الذاكرة، وبقدرش ان انا اعملها فيد للنيورال نتورك في الذاكرة. فايش بسوي؟ بروح بقسمها لباتشز، تمام؟ وهذه انا بحددها دائما، انه لازم احدد الباتش سايز اذا عندي الجهاز تبع الذاكرة تبعته. كيف؟ هي حجم، يعني انا بقسم البيانات لاجزاء لباتشز، تمام؟ اذا كان الجهاز تبع الذاكره تبعته متواضعه بصغر حجم الباتش، واذا كانت امكانيات الذاكره كويسه بزود حجم الباتش، انه هي عدد التريننج انستانسز حتكون في الذاكره دفعه واحده في الرام، وحتصير لها فيد دفعه واحده في للنيورال نتورك، تمام؟ بس انه مجرد انه هي لوجستيات بعملها عشان انه اجهز للتريننج، تفاصيل فنيه يعني، بلاش فيها كثير يعني. طيب، والباتش هذه في الها ميني باتش. الباتش نفسها بروح بقزمها لاجزاء بسميها ميني باتش. ايش الفائده في التقسيم للميني باتش؟ انه بدي احاول اقلل الكومبيتيشنز قدر الامكان، بدل ما كل اكزامبل بدخله في التريننج وبدي اعدل الايرور، خلينا ناخذ هذه الشغله، او خليني اعدل الايرور لميني باتش. يعني على سبيل المثال ممكن اخذ 20 اكزامبل تريننج اكزامبلز واعملهم فيد واحسب لهم الايرور كلهم، وبعدين بعمل ابديت للايرور بعد ال20 هذول، بدل ما كل مره اعمل بريزنت كالكوليشن للاوتبوت بعدين احسب لي الايرور، لا اعدل، بعدين احسب الايرور، لا اعدل، احسب الايرور واعدل، احسب الايرور. هذا التبديل، هذا السويتشنج بيسبب اوفر هيد وبيسبب مشاكل، يعني بيسبب تاخير يعني في الكمبيوتيشن، بيسبب كمبيوتيشن كومبلكسيتي. فبالتالي انه ممكن هذه نسويها على دفعات، بدخل 20 اكزامبل بحسب الايرور لهم، وبعدين بعمل ابديت للايرور بهذا الشكل. اوكي، فبالتالي ابديت باكورد ثرو اول اكزامبلز عدول لل 20 للميني باتش لغايه الان. الامور تمام. طيب، نيجي ندخل لتفصيل في الار ان ان اللي هو على الاس تي ام. لونج شورت ميموري، لونج شورت تيرم ميموري. طبعا اللونج شورت تيرم ميموري ظهرت، او يعني استحدثوها بسبب مشكلة الفانيشينج جريديانت. ايش الفانيشينج جريديانت؟ هي في معلومات بتطير، بس ايش هي اللي ايش هو اللي بيطير؟ البروباجيتد ايرور. معنى ذلك انه انا المشكلة هذه يعني من ايش بتظهر عندي؟ بتظهر عندي يعني، يمكن اشرح. هي مشروحة هنا. اوكي، بسبب انه repeated multiplications with the same value. لاحظوا ان انا عندي ار ان ان بتسلم ل ار ان ان بتسلم ل ار ان ان بتسلم ل ار ان ان، وهذه كلها في multiplications، و multiplications هذه كلها ارقام عشرية. فاذا صار في عندي ثبات معين في لحظة ما، وارد هذا، وحنحكي انه ليش بيصير انه في عندي ثبات معين، انه مش احنا بنوصل لمرحلة انه في شيء تغيير في الايرور convergence، تمام؟ أكيد إذا استمرت في المالتيبليكيشن في مقدار ثابت مقدار ثابت مقدار ثابت، معنى ذلك إنه بيقول لي إنه في شيء ايرور، الايرور بتلاشى. ودام الايرور بتلاشى معنى ذلك إنه هو بتعلمش، تمام؟ فالفانيشنج جريدينت إنه أنا في عندي تلاشي في الايرور، تمام؟ والناتج إنه عن حاصل ضرب المالتيبليكيشن
للسيم فاليو لفترة انه طويلة بسبب انه طول السلسلة انا عندي في الار ان ان. ف ايش الحل؟ فالحل انه انا بدي استحدث سيل جديدة معنية بالال اس تي ام باللونج شورت تيرم ميموري. طبعا هذا الكلام انه زي ما انتم شايفين هنا، انه زي ما حكت زميلتكم انه انا عندي هنا W1 W2 W3 W الى اخره. لما يكون الكونتكست طويل بتظهر هذه المشكلة، لما تكون انا عندي سيكونس طويل بتظهر هذه المشكلة. وقتيش انه يعني انه لما يكون انا عندي يعني انه التكست طويل انه بتظهر المشكلة، يعني خلينا ناخذ هذا المثال. المثال هذا انه بدي اقسم الهيستوري لنوعين، ريسنت هيستوري وايرلي هيستوري. ايش الريسنت هيستوري؟ انه انا في عندي على سبيل المثال انه كانتري وهاز، هذا ريسنت، انه الهاز تعود على الكانتري، انه هذه البلد لديها. وانتم بتعرفوا انه في الترجمات انه الهاز يعني للماسكلين والفيمينين بالانجلش نفس الشيء، بس لما انا بدي اجي اترجم حسب اللغة، والله اللغة انه البلد مفرد مؤنث ولا مذكر، فبالتالي انه لديه ولا لديها، ايش بدي اختار الترجمة. فهاي recent history، بينما هنا شوفوا الجملة هذه، انه هذه الجملة انه after much economic progress over this year comma فاصلة the country has، فبالتالي الها ما فيش، هذه recent history بالنسبة للcountry. اما هنا the country which has made much economic progress over the year still has، الهاز هذه على مين تعود؟ على الكانتري. كيف بده يعرف انه هذه انه كانتري والكانتري مذكر ولا مؤنث؟ بعيدة كثير. فهذا earlier history، history زمان earlier. اوكي، فبالتالي انا بدي نتورك انه انا احدد متى اتذكر، احدد المعلومات اللي الايرلي هيستوري واحتفظ فيها، ومتى الريسنت هيستوري انه بتكون انه انا بدي احتفظ فيها. فهذه السيل اسمها الاستي ام سيل، وهي انا بستخدمها نود في الهيدر لير، تمام، وبتشتغل على شكل ميموري، اكسبليسيت ميموري. كيف تحتفظ بالميموري؟ عن طريق بوابات input gate forget gate وال output gate. ال input gate بتحدد قديش ال input بغير في الذاكرة، وال forget rate بحدد الذاكرة السابقة قديش انه بدها انه يصير لها retain انه يتم الاحتفاظ فيها. هذه ال early history، تمام. والاوتبوت جيت انه how strongly memory state is passed to the next layer، وهذه معناها ال recent history. يبقى هذا ال recent history وهذا ال early history، تمام، وهذا ال input قديش له تأثير في الذاكرة. طبعا الجيتس هذه مش انه بتفتح وبتسكر صفر وواحد، لا، ممكن تكون انه يا صفر، يعني انه ممكن تكون قيمه بين الصفر والواحد، فبالتالي انه بتحدد مقدار تاثير الهيستوري. ممكن احدد مقدار تقدير الايرلي هيستوري على سبيل المثال ب 0.7 0.1، تاثير مختلف، تمام. ف مرة يعني حطوه في الار ان ان في الديب ليرنينج. اوكي، يعني اسرع شوي. بس
كل vanished. هي المحاضرات الثقيلة يعني بتطلع في رمضان برضو، فلكل المادة ثقيلة، كل المادة ثقيلة. طيب، هي هذه المفتاح. لاحظوا هنا انه الانبوت جيت هذه زي ما حكينا انه ممكن تفتح صفر وواحد او اي قيمة بين الصفر والواحد. ايش بتحدد؟ بتحدد انه قديش مقدار الانبوت راح يغير في الذاكرة الحالية. الفورجيت ريت، لاحظوا انه هذه الذاكرة في التايم تي ماينس واحد، وهذه الذاكرة في التايم تي. مش حكينا الـ LSTM هي عبارة عن ميموري سيل؟ فأنا عندي الميموري سيل إنه التايم تي والتايم تي ماينس واحد. فبالتالي الفورجيت ريت بتحدد قديش مقدار إنه الـ Previous History بدي أحتفظ فيه. تمام؟ كانت القيمة 0.7 بدي أحتفظ فيه بدرجة كبيرة. كانت صفر ما بديش إياه بالمرة. بدي الـ Recent History بس. بدي الـ Recent History أو الـ Current Memory بس. تمام؟ وهنا على الاوتبوت جيت ايش بتحدد؟ بتحدد انه الميموري هاي قديش انه تاثيرها على انه انا بدي احتفظ فيها for the next layer، انه قديش انه مقدار انه strongly انه الميموري ستيت انه to be passed to the next layer، انه قديش احتفظ في الذاكره هذه. هذه حتلزمني لبعدين، خلي بالك تضلك متذكرها. هذه الكونتري حتمر عليك ضمير pronoun مرتبط فيها بعد 10 كلمات، خليك متذكر هاي الكلمة يعني زي هيك. اوكي، طبعا هاي الماث تبعها ماث بسيط جدا، انه الميموري في التي هي الانبوت، الجيت تبعت الانبوت في الانبوت زائد الجيت تبع الفورجيت في الميموري تي ماينس واحد. الميموري الحالية، هذه الميموري الحالية ايش بيأثر فيها؟ الانبوت جيت والفورجيت جيت. الانبوت جيت ايش بيأثر فيها؟ الانبوت. والفورجيت جيت ايش بيأثر فيها؟ البريفيوس ميموري اللي هو الميموري تي ماينس واحد. والاوتبوت هاي ايش بيأثر فيها؟ الاوتبوت جيت زائد الميموري الحالية اللي هو احنا اوريدي حسبناها قديش انه to be passed. تمام؟ فلاحظوا انه انا عندي الاكس كفيكتور اكس واحد اكس اثنين اكس 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 اكس، والاتش هي اتش ماينس واحد اتش عفوا تي ماينس واحد، هذه البريفيوس اتش، اتش واحد اتش اثنين. فبالتالي الفوق هذه للتايم واللي تحت هي الاندكس. تمام؟ طب الجيت هذه الناتج تبعها انه هي عبارة عن حاصل الضرب الانبوت في الويت زائد حاصل ضرب الويت في الاتش تي ماينس واحد ضرب زائد حاصل ضرب الميموري في الميموري ماينس واحد بالظبط. طبعا التريننج بستخدم البي بي تي تي باك بروبوجيشن ثرو تايم، نفس الالجوريثم بستخدمه بالظبط. تمام، الجي ار يو، لاحظوا انه ال اس تي ام معقدة، فيها جيتس كثيرة والكمبيوتيشن كومبلكسيتي عادة، وهذا انت كلام انتم حتلاحظوه يعني، انه انت لما انا ابني موديل مكون من ال اس تي ام وابني موديل ثاني الطبقات تبعته جي ار يو، الجي ار يو حتكون اسرع في التريننج بشكل كثير كبير. فهنا في جيت انا عندي اقل، فبالتالي انه تم اختصار الجيت لريست جيت والابديت جيت. تمام، وهي المعادلات تبعتها. تمام،
اوكي. طبعا هذا الموديل شالو، عميق بس مش عميق كتير، فيش طبقات كتير. تمام، ممكن انا ازود طبقات اكثر، اعمل ديب موديلز اكثر. بس الديب موديلز هنا في الار ان ان في لها نوعين، ستاكت ورا بعض، مصفطات ورا بعض، وفي ترانزيشنال زي الانكودر والديكودر. تمام، فهنا زي ما انتم شايفين انه ستاكت، انه انا في عندي عدة طبقات اتش 1 واتش 2 واتش 3. وهنا اتش 1 لايش بتسلم؟ بتسلم لاتش 2. تمام، وبتسلم كمان كل واحدة انا بتسلم لجارتها على اليمين وجارتها اللي فوق، وهذه بتسلم جارتها على اليمين واللي فوق، وهذه بتسلم جارتها على اليمين واللي فوق، وهكذا. تمام، اما الستاكت بتكون انه زي هيك. تمام، بسلم للي فوق بس، وبعدين الناتج تبع اخر واحدة باخذ منه نسخة وبدخله في الطبقة اللي وراه، هذه ترانزيشن. اوكي، تمام الامور. طيب، حاعطيكم بعض الماشين ليرنينج تريكس اللي يفترض انه مرت عليكم، حمر عليها بشكل سريع. تمام، والمصطلحات هذه يعني المحاضرة الجاية اللي حتكون مسجلة ان شاء الله، يعني حتلاقوها هنا في لما احنا نشتغل على موضوع الماشين ترانسليشن. هنا راح تمر علينا شغلات كثيرة، يعني من ضمن هاي الشغلات انه انا بدي اجي اعدل عليها. اوكي، فهي نيورال ماشين ترانسليشن والتنسر فلو، حنمشي على هذه التوتوريال، حنشوف توتوريالز ثانية كمان نشتغل عليها. الفكرة الأساسية في الموضوع يبقى هذا الموديل، يعني صار أوكي واضح بالنسبة لكم. هذا إنكودر ديكودر زي ما أنتم شايفين، إنكودر بالأزرق والديكودر بالأحمر. فحنرجع نعيد على هذه الشغلات ولكن بتطبيق عملي المحاضرة الجاية. لكن خلينا ناخذ بعض التريكس اللي يفترض مرت عليكم بس إنه للتذكير يعني بشكل سريع. يبقى الميث تبع الماشين ليرنينج، الأسطورة الماشين ليرنينج إنه given a real world example automatically نبني موديل ونعمل prediction، والوعودات اللي أعطتنا إياها الديب ليرنينج إنه don't worry about specific properties of the problem. أي مشكلة ما تفكرش فيها، اديني الرو داتا وأنا بتصرف بهذا الشكل. الديب نيورال نتورك خبطت على صدرها وحكت انه انا حتولى الموضوع. تمام، انه اوتوماتيكلي I will discover the features، ولكن في الواقع في عندنا مشاكل كتير. تمام، لما تكبر الشبكه تكون ديب، في باراميترز كتير كتير كبيره. يعني على سبيل المثال اورجيكم هذا الديب نيورال نتورك، وهذا حنرجع نعرج عليه المحاضرة الجاية لما نشوف السمري تبع النتورك. هذا كله بيبني في الديكودر والإنكودر لحا، يعني كله هاي شايفين، هذا كله وصفات للإنكودر والديكودر. وين السمري تبع النتورك؟ اوكي، نشوف هذا في حاطط سمري.
اوكي، فيش لا هذا ولا هذا حاطط سمري. خليني اورجيكم مثال ثاني هنا. ما فيش سمري. اوكي، هنا التوتال باراميترز انا عندي 56,000. برجع بذكركم مره ثانيه، يعني ليش بدي اورجيكم السمري تبع النتورك، انه زي ما حكينا هنا انه في الواقع انا في عندي بيج تريكس، انه لما تكون النتورك كتير كبيره، انه تو ماني باراميترز، قديش حجم الشبكة المناسب، قديش شو الاكتيفيشن فانكشن، كم طبقة، كم نيورون احط، هذه كلها عبارة عن مشاكل بحيث انه اصل الشبكة المناسبة. فبالتالي انه هذا نموذج وهذا نموذج ثاني، انه انا عندي 122,000. النموذج الاكبر راح الاقي انه انا عندي في انا عندي بعض الشبكات انه بتكون فيها اكثر من 2 مليون باراميتر، يعني اكثر من 2 كونكشن بدي اعملهم تريننج، بدي اعملهم ويتس، هدول بدي اعملهم ادجستمنت. فبالتالي انه هذه احد اكثر المشاكل اللي موجودة. طيب، ايش الاماكن اللي بيفشل فيها الماشين ليرنينج؟ بيفشل الماشين ليرنينج لما يكون انا عندي ليرنينج ريت هاي، اكيد عارفين الليرنينج ريت، تمام. في هذه الحالة انه الليرنينج ريت ايش بيحدد؟ مقدار الابديت. فبالتالي كل ما يكون الليرنينج ريت عالي، فبالتالي الابديت بيكون كبير. بالضبط، يعني لما تكون القفزات كبيرة معنى ذلك أنه هو بيتعلم بسرعة. فهذا إيش ممكن يكون مشكلة؟ ممكن يكون مشكلة إنه ممكن يصير في عندي fluctuation، تذبذب، إنه الايرور بالبلس، في ايرور عالي، أعمل أبديت، أوكي حسبنا، صار إنه أنا بدل ما المنحنى أو إنه هذا المنحنى تبع الايرور، يفترض أنا أصل للنقطة هذه، تمام؟ اللي هي أكثر نقطة إنه منخفضة. فبالتالي إنه بصير أبديت، إنه بنتقل هنا، لا صار بالماينس، لا ارجع حدث ثاني، لا رجع بالموجب، لا صار بالماينس، رجع بالموجب ثاني. فبالتالي هنا بصير في فلكشويشن. هذه حلها هنشوف بعدين، إنه أنا أعمل ديكي للليرنينج ريت، إنه أنا ببدأ الليرنينج ريت قيمته عالية، بعدين ببدأ بنقص فيه عشان ما اقعش في مشكلة فلكشويشن. هذه مشكلة. المشكلة الثانية انه انا ممكن اقع في مشكلة البلاتو. وما هي مشكلة البلاتو؟ طبعا احنا الفكرة في الموضوع هنا انه الماشين ليرنينج، انه احنا بدنا نوجد الويتس اللي بتجيب لي اقل ايرور، تمام؟
فالويتس اللي بتجيب لي اقل ايرور معنى ذلك انه هي عباره عن انه انا بدور على اقل ايرور، فممكن انه يكون الايرور بهذا الشكل انه مستقر مستقر بعدين انه بنزل، افترض انه انا انزل للنقطه هذه يعني انه هذا اقل ايرور ممكن انا عندي في الموديل. مشكله البلاتو انه انا بصير في عندي استقرار او ما فيش تغير في الايرور فتره طويله جدا، فبالتالي انه احنا خلص انه صار كونفيرجنس، مع انه انا لو ضليتني ماشي ممكن انه انا ما ضليتني ماشي في التريننج ممكن انا اقع في ايرور اقل. تمام، فبالتالي هذه مشكلتها الباد انيشاليزيشن، انه الانيشال ويتس انه خلتني اقع في هذا المكان. ايش الحل تبعها؟ انه انا ابدا تريننج من اول وجديد واستخدم انيشاليزيشن مختلف، ممكن انا اقع في مكان ثاني مثلا ممكن هنا. فبالتالي هنا ماشي بشكل صحيح. طبعا عملية البحث على أقل ايرور هي الجريديانت ديسنت. بديش أدخل في الأساس الرياضي تبعها إنه أنا بدي أوجد الانحدار الاتجاه اللي بيكون فيه انحدار. بدي إياكم تتخيلوها زي كأنه واحد أعمى موجود على قطعة أرض وبده يجرب عدة اتجاهات، بيمشي في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه انه حاسس انه في منحدر بضل فيه، يبقى انه هذا الاتجاه راح يوديني لاقل ايرور. لكن لو كان الاتجاه هذا انه ما فيش فيه انحدار لقى انه حاله قاعد بيطلع، معنى ذلك انه ايرور بيزيد، غير الاتجاه، طب جرب شمال. تمام؟ فبضله يجرب بهذا الشكل لغايه لما يصل للمنطقه اللي فيها اقل ايرور، احفظ منطقه. وطبعا هذا الكلام تمثيل مبسط، طبعا هذا الكلام في الهاي دايمنشنال يعني شيء معقد كتير. فبالتالي الانيشال ويت ممكن تخليني اقع في هذا المكان في الصحراء، فممكن اعيد انيشاليزيشن واقع في مكان تاني انه اقرب من واحة المياه اشرب منها. تمام. مشكلة تانية اكيد مرت عليكم، اللوكال اوبتيما والجلوبال اوبتيمم. فهنا انه الايرور نازل 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 بعدين رجع طلع تاني، لا هذا اقل ايرور. كيف؟ بالضبط، مع انه في انا عندي واحه اكبر اعمق موجوده في مكان تاني. بالضبط بالضبط بالضبط. فهذه ممكن انه احنا نتخلص منها بالدروب اوت. تمام، دروب اوت. الليرنينج ريت زي ما حكينا انه احنا ممكن انه السمبلست فورم انه احنا نستخدم فيكست فاليو بيحدد مقدار الويت ابديت. تمام، فممكن انه احنا نعمل له ديكي، اللي هي مشكله البلاتو هذه اللي ظهرت معايا، انه يعني ممكن انه يعني يكون التعلم بطيء، انه اذا اخترت قيمه منخفضه عشان ما اقعش في مشكله الفلكشويشن بصير انا عندي القفزات زي هيك، لو اخترت قيمه عاليه بتصير انا عندي القفزات زي هيك. تمام، قفزات زي هيك معنى ذلك انه هذه ولا عمري حصل للمنطقه هاي. فبالتالي الحل انه انا اعمل ديكي للليرنينج جريد. الفانيشنج جريدينت هذه المشكلة انه احنا شفناها في الار ام ان. تمام، والحل تبعها بالال اس تي ام وان انا استخدم دروب اوت. هنمر على الدروب اوت، هو عبارة عن طبقة بستخدمها عشان نعطي فرصة اكتر للنتورك انه هي تتعلم. فكده انا في عندي عدة حالات، ثلاث حالات، انا في عندي اندر فيت وجود فيت واوفر فيت، واكيد مرت عليكم. في الاوفر فيت بصير حافظ للتريننج اكزامبلز حفظ عن ظهر قلب، بجيب له واحد في التيست بيفشل فيه، وهذا انه بيقول لي الايرور يعني او يعني الايرور كثير منخفضه والاكيرسي كثير عاليه. تمام، الجود فيت انه بحافظ على جنراليزيشن معين، انا في عندي بعض الايرورز لكن الموديل هذا انه
روبست، وممكن انا اعتمد عليه انه اعمل كابتشر للجنرال باتر الموجود هناك. الاندر فيت عاده انه بتكون انه النتورك لسه ما تعلمتش في البدايه، يعني في بدايه التريننج انه انا عندي الايرور عالي او الاكيورسي منخفضه، فبالتالي بتكون في بدايه النتورك، وهذه إلها علاقة برضو بالسايز. أنا جر يعني حكيت لكم إنه هنا إنه بالتريننج إنه هذا أوفر تريند، هذا لسه في بدايات التريننج، هذه أفضل منطقة، هذا بالنسبة للتريننج. وهنا كيف أنا أفحص إنه أنا في عندي أوفر فيت ولا لا؟ إنه بيكون في عندي هنا منحنيين، منحنى لو أنا بحكي عن الإيرور، الإيرور بيكون في النازل مع التريننج، صح؟ لو كان أكيورسي بيكون العكس بالطالع، يا بعمله للايرور او للاكيوريسي. فهذا للتريننج ايرور. الفاليديشن طبعا انا حكيت فاليديشن مش تيست، لانه لو استخدمت التيست غش، باخذ جزء من التريننج عشان اعمل عليه فاليديشن. وايش بعمل؟ وبرسم منحى، او برسم منحى يعني انه يفترض اطلع الرسمه الثانيه لمنحنى الفاليديشن. هجيت الفاليديشن هذا طالما انه هو ماشي مع التريننج انه اوكي تمام، طالما انه بدا يطلع انه ها من هاي المنطقه صار في عندي اوفر فيت، يفترض اعمل ستوب هنا ما اكملش تريننج. طالما انه الايرور صار يزيد في الفاليديشن والايرور بيقل في التريننج، معنى ذلك انه هنا بحصل اكيوريسي عاليه قاعد تمام، بس قاعد بيغلط كتير بالظبط في التريننج. كيف؟ لا 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 لا، انه انا بكون انه انا استمريت في التريننج لدرجة انه صار حافظ الاكزامبل على ظهر قلب، تمام. هذا بالنسبة للتريننج تايم. اما بالنسبة للسايز، السايز هو يفترض ان انا نقلت المكان تبع السلايد. هاي السايز الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، خليني انا راح اجيب هذه السلايد اوديها جنب هذيك. طيب حقيت هنا تو ماني باراميترز، فيو تريننج اكزامبلز، هذا بيؤدي لاوفر فيتنج. هنا ايش دخل فيها؟ عدد الترين، عدد الباراميترز اللي هي عدد بالضبط عدد يعني السايز تبع النتورك. هنا تو فيو باراميترز ويز many training examples، هذا بيؤدي ل under fit. معنى ذلك بمعنى اخر انه كل ما كانت الشبكه صغيره بتكون غير كافيه انه هي الذاكره، ما النيورال نتورك هي عباره عن ذاكره، بتكون غير قادره على استيعاب الداتا سيت، انه تفهم الداتا سيت، عقلها صغير. واذا كانت الداتا سيت، اذا كانت النتورك كتير كبيره، هذا بيؤدي انه الذاكره عنده كباسيتي كتير عاليه في الذاكره، ممكن يؤدي لحفظ التريننج داتا عن ظهر قلب. فبالتالي انه لا، بدي اختار الرايت نتورك سايز، بدي اختار حجم النتورك المناسب. وزي ما حكينا انه انا بعمل تجربه ثلاث احجام، صغير متوسط كبير. لو لقيت انه في الصغير في عندي اندر فيت، لا ممكن اكبر. لو لقيت في الكبيره مثلا انه انا في عندي اوفر فيت، معنى ذلك انه لا، ممكن انه انا اصغر بين المتوسط والكبير. لو لقيت انه الكبيرة لسه قاعد بيتعلم والكيرفز هدول ما بدوش يبعدوا عن بعض، وصلت لاخر تريننج، لا ممكن اعلمه كمان، وممكن انه انا اكبر الشبكة. اوكي، الراندومنس زي ما حكينا عشان نتخلص من قصة اللوكال اوبتيما والجلوبال اوبتيما، انه انا اعمل ري انيشاليزيشن للراندوم ويت والويتس هدول، انه يعني الانيشاليزيشن يكون تبعهم انه عشوائي، بحيث انه انا ما اقعش في نفس المكان. شغلة كتير مهمة كمان انه الشفرنج للتريننج داتا، خلي بالكم انا بحكي على الشفرنج مش سبليت. سبليت هذا لازم اعمله مرة واحدة، لانه بدي اقارن بين موديل A وموديل B، مش حتكون نفس التست داتا، فبالتالي انا يعني المقارنه مش صحيحه. اما التريننج داتا لازم اعملها شافلينج. ليش؟ لانه
النتورك حساسة لترتيب البيانات، الفيدنج تبع البيانات. فبالتالي يفترض انه انا اعمل شافلينج دائما، وهذه بتلاقوها او بتشوفوها بتلاحظوها في الكود، صح؟ الادجستمنت للليرنينج ريت زي ما حكينا انه بدي اعمل دي كي للليرنينج ريت، فبالتالي بيعمل له تشينج اوفر تايم، انه مبدا كبير وممكن اعمل سكيجول بعد مثلا 10 ايبوك نقص لي اياه بمقدار بوينت واحد، بعد 20 ايبوك نقص لي اياه بمقدار بوينت اثنين، وهكذا. موضوع الباتش اوريدي حكينا، في عندي باتش وفي عندي ميني باتش. اوكي، افويد اللوكال اوبتيمم والجلوبال اوبتيمم، ما فيش حل حقيقي لهذه المشكلة. ممكن اعمل ريترين مرة ثانية عشان انه اتأكد انه يعني ممكن يكون في انا عندي شو اسمه جلوبال اوبتيمم ولا لا. موضوع الريجولايزيشن والدروب اوت، هذه شغلات شغلات ممكن استخدمها عشان اتجنب الاوفر فيتنج، وعشان اعطي فرصة كمان لل يعني لل للنتورك انه هي تتعلم. موضوع الدروب اوت معنى ذلك انه في بعض الكونكشن بشكل عشوائي بروح بعملها دروب، وكأنه وبقول له انه كل هذا اللي انت حفظته، انت حفظت هدول فركش لك اياه كله، ممنوع الحفظ، فاحنا بدنا فهم. تمام، نيجي لآخر نقطة اللي هي الادفيرسرال نيورال او الجينيريتيف ادفيرسرال تريننج. ايش مفهوم الادفيرسرال نتورك؟ هو تم استخدامها أول مرة في تم استخدامها أول مرة في التعرف على الصور المزيفة. طبعا الفكرة في الموضوع إنه بدل ما إنه نبني موديل كلاسيفيكيشن موديل، إنه أنا أديله إنه هذا عالمه إنه هذه الصورة مزيفة، هذه مش مزيفة، هذه مزيفة، هذه مش مزيفة، هذا تعلم تقليدي. انا بدي اتعلم بشكل ادفيرسرال، بشكل تنافسي. ايش بدي اتعلم بشكل تنافسي؟ معنى ذلك انه انا بدي اجيب تو موديلز، موديل بيعمل صور مزيفة وموديل تاني بكشف انه هذه صور مزيفة ولا لا. تمام، فالموديل اللي بيعمل صور مزيفة بيعطي الصورة المزيفة أنا في عندي نوعين، جنريتور وديسكريمينيتور. الجنريتور بيعمل توليد لصورة مزيفة، بوديها للديسكريمينيتور بقول له هذه مكشوفة الصورة مزيفة. إيش المشكلة؟ المشكلة إنه أنت عندك في الرسمة هنا إنه واضح إنه التزييف إنه بسبب هدول، فهو بروح إيش؟ بيعدل، بتعلم من الفيدباك اللي أخده من الديسكريمينيتور، لغاية لما آخر مرة إنه ضلوا يتعلم، لغاية لما آخر يعني في آخر iteration إنه بينجح في خداع الديسكريمينيتور، وإنه هو بفكرها إنه هي رسمة حقيقية. طبعا هذا كلام إحنا بدنا نطبقه على الماشين ترانسليشن. في التراديشنال تريننج إنه أنا بعمل predict ل one word at a time، وبعمل compare لل against ال correct word. تمام، وبحسب هذا كلام للسنتنس ليفل تريننج، وبحسب البلو سكور. تمام، اما في الجان جينيريتيف ادفيرسرال نتوركس ايش بسوي؟ بتكون هي عباره عن لعبه بين تو بلايرز، الجينيريتور والديسكريمينيتور. الجينيريتور بروبوز ترانسليشن، والديسكريمينيتور وظيفته انه يميز انه هذه ترجمه ماشين ولا ترجمه هيومن. وهذه انتم ممكن تبين معاكم از هيومن، يعني انه شوف لي هذه الترجمه، حتقول لي هذه ترجمه جوجل حتعرفوها على طول، او تقولوا انه لا والله ترجم واضح انه الترجمه يعني احترافيه انه بيرفكت ترانسليشن. تمام، فالجنريتور بده يحاول انه هو يستغفل الديسكريمينيتور او يخدعه.
كيف يعني الإشي صار بالعكس؟ إيه ببطل إنه هو يتعرف إنه الصورة مزيفة. في موديلز تانية للتعرف على الـ على الديتكتينج للديب فيك، يعني مش الصور المزيفة العادية، الصور المزيفة المعمولة بتقنيات الديب فيك، وهي عبارة عن زي الانتي فايروس بالضبط، يعني هي عبارة عن حرب بين هدول يعني الأطراف، كل واحد بيعمل موديل عشان يكشف الثاني. بس خلي بالكم انه انا في عندي، يعني نشوف كيف الامور بدها تصير. انا في عندي هنا مراحل من الخطوات، انه انا عندي الانبوت اكس والاوتبوت واي، هذا النص بالانجليزي وهذا النص بالفرنسي على سبيل المثال. هاجيت الجنريتور بدربه بشكل تقليدي على باستخدام النيورال ماشين ترانسليشن، مش انه انا بروح يعني بدخله مع ديسكريمينيتور وهو لسه مش متدرب، لا، بوصله لمرحلة انه يتدرب كويس على الترجمة. لما ادخله مع ديسكريمينيتور بده يحسن الترجمة، تمام؟ اوكي، فبالتالي بيعمل جنريت لفول سنتنس تي لكل انبوت سنتنس، تمام؟ جنريت فور ترانسليشن تي لكل انبوت سنتنس، هذا الجنريتور. اما ديسكريمينيتور بدربه مرتين، بدربه مع الاكس والواي انه از كوريكت اكزامبل، وبعدين برجع بدربه مره ثانيه مع الاكس والتي از جنريتد اكزامبلز عشان يتعلم انه هذه يعني هذا الاوتبوت انه يطلع لي انه كوريكت ولا مش كوريكت، وهنا برضه يطلع لي الاوتبوت كوريكت ولا مش كوريكت. فهنا اتعلم على بيرفكت ترانسليشنز وهنا جنريتد ترانسليشنز، تمام؟ وهذا يفترض انه هو يحسن حاله مع الديسكريمينيتور بالضبط، الفيدباك تبع الديسكريمينيتور. هي خطوات التريننج. اول خطوه انه ترين جنريتور تو سم ماتشوريتي، لمستوى انه يكون ناضج، يعني بيعمل لي جنريشن لترانسليشن انه مقبوله نوعا ما. بعدين ترين ديسكريمينيتور اون جنريتور بريدكشن اند هيومن ريفرنس ترانسليشن لوحده. بعدين ترين جوينتلي، تنين بدربهم مع بعض. في الاول التريننج التقليدي ايش الاوبجكتيف فانكشن؟ اطلع اقل بلو سكور، صح؟ تمام، وانه هداك انه يطلع احسن كلاسيفيكيشن accuracy، انه correct ولا مش correct، انه translation انه perfect ولا مش perfect، انه human ولا generated، تمام؟ two classes. لكن هنا لما اعمل train jointly الـ objective function بتختلف. ايش بتختلف؟ راح يصير في عندي objective function اضافية، انه ايش اسوي؟ انه انا اجيب احسن blue score واخدع الـ discriminator. فبالتالي لما اصيغ الـ objective function هذه في الـ neural network، الـ neural network لوحدها انه هي بتتعلم هذه الشغلة. وديسكريمينيتور to do well on detecting generator output on such as a such، انه هو يقدر يضل يكتشف بالضبط، انه انت تعلم انه انت تكشف حتى لو هو حسن حاله، والجنريتور انه تعلم انه ما يكشفكش وحسن حالك انه عشان ما يكشفكش، تمام؟ فهذه واحدة من ال hot topic في الماشين ترانسليشن وفي بعض المواضيع الأخرى، يعني لو حابين إنه أنتوا تشتغلوا فيها. هيك تقريبا يعني أنا خلصت محاضرة اليوم. بضل إذا في حدا عنده أي سؤال أو استفسار.